أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح ومساندة الأطفال من المصابين بالسرطان. النهاردة بإذن الله هنقول المحاضرة الأخيرة في السنترال نيرفوس سيستم، المحاضرة الثامنة، ولكن بصورة مور كوندنسد، يعني مكثفة أكتر عشان تاخد وقت أقل شوية وتقدروا تتابعوها. المحاضرة دي بتنقسم، هنشرح فيها الآتي يا أولاد: الميموري والليرنينج والسبيتش. أول اتنين الميموري والليرنينج دول عليكم في السيكولوجي كما أنهم في الفسيولوجي، أما السبيتش فهو موضوع خاص بالفسيولوجي فقط. نتوكل على الله ونبتدئ. الـ higher function of brain stem cerebral cortex آسف. وقبل ما نبتدي تعالوا مع بعض كده نقول في عجالة نتكلم على الـ cerebral cortex الفيسيولوجيكال اناتومي بتاعها. فعندي في الـ cerebral cortex خمس معلومات بخمس أرقام. الرقم الأول، عد معايا: thickness 3-5 مليمتر في الثيكنس، الأريا ربع متر مربع، عدد النيرونز، المعلومة الثالثة، 100 بليون نيرونز. وأنا قلت إن الإنسان بيفقد في اليوم حوالي 10,000 نيرونز، لكن طبعا مع هذا العدد الضخم ان نوصل لمرحلة تدهور عقلي بسبب عدم وجود نيرونز كافية ده بياخد وقت طويل. المعلومة الرابعة، ان we have three types of cells. الخلية الاولى اسمها granular or stellate cells، خلايا محببة او نجمية، ودي بتتميز بالاتي: انها short axons. والطالب ذكي، معنى انها short axons يبقى مش هتخرج بره الكورتكس، وعليه هتشتغل از انتر نيرونز. طيب وظيفتها ايه بالظبط؟ بتعمل انترا كورتيكال بروسيسنج اوف سنسوري سيجنالز، يعني بتعمل تظبيط توضيب للمؤثرات الحسيه داخل الكورتكس، وعليه تبقى موجوده لطالب يفكر أكتر حتة في sensory areas، mostly in sensory areas and associative areas. هنا في معلومة مهمة أوي يا ولاد، إن الـ excitatory transmitters بتاعها أو الـ excitatory neurons بتريليس glutamate، وده في حد ذاته سؤال multiple choice، بينما الـ inhibitory neurons بتريليس الجابا اللي هو اختصار جاما أمينوبيوتريك أسيد. واللي عنده قوه ملاحظه، هم دول نفس الترانسميترز اللي موجودين في الثالامس، لان قلنا في علاقه وثيقه بين السيربال كورتكس والثالامس. فالاكسيتاتوري ترانسميتر جلوتاميت والانهيبيتوري جاما امينوبيوتريك اسيد او جابا. الخليه الثانيه والثالثه عندنا بيراميدال سيلز، خلايا هرميه، وفيوزي فورم سيلز، خلايا مغزلية. هيجي لنا انه في الام اس كيو يعني اكتر اسئلة بتيجي في السيلز يا ولاد. فالبيراميدال سيلز لارجر ومور نيومرس عن الفيوجي فورم سيلز، وممكن تذكرها حتى ان الخلايا الهرمية اكبر بصورة سهلة، ما احنا عندنا الهرم الاكبر. دي بقى على عكس الخلايا المحببة أو النجمية بتبقى عندها long axons. فالطالب بيفكر يبقى 100% هتخرج بره الكورتكس، وإلا ليه ربنا عمل لها long axons؟ فدي بيطلع منها outward fibers بتروح للسباينال كور وبتروح للسبكورتيكال areas. طيب نيجي المعلومة أو الخامسة والعدد الخامس، إن السيربال كورتكس معمولة من 6 layers،
وقلت وبقول وهقول يا أولاد إن وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق. فإحنا شفنا الثالاموس فيها 6 layers، في الكورتكس 6 layers، في الدورسال هورن اوف ذا سباينال كورد 6 layers. يبقى ده هذا ليس من قبيل المصادفة، إنما معناها إن وحدانية الديزاين تؤكد وحدانية الخالق. طيب عاوزين نشوف السكس لاير دي بتشتغل ازاي. اول تلاتة هناخدهم من الاخر، اول لاير واحد واثنين وتلاتة دول for intercortical association function، يعني للتواصل بين النيرونز داخل الكورتكس. اما لاير اربعة، ودي بقى مهمة جدا في الام اس كيو، فدي فيها most incoming specific sensory signals، يعني معظم السنسوري سيجنالز اللي جاية بالترمينيت في اربعة. طب خمسة وستة فيها الاوت جوينج سيجنالز انيشيتد في لير خمسة وستة، يبقى عليه في عجالة. فاحنا عندنا في الفيسيولوجيكال اناتومي في سيربا كورتكس خمس ارقام. الرقم الاول الثيكنس 3-5 ملي متر، الاريا ربع متر، عدد الخلايا العدد التالي 100 مليون نيرونز. نمرة بعض دي أهمهم في الام اس كيو، ان عندنا 3 types of cells، خلايا granular or stellate محببة او نجمية، دي عندها short axons، يبقى 100% مش هتخرج بر لانها الاكسون صغير، يبقى انتر نيرونز. وبتعمل ايه؟ انتر كورتيكال processing of sensory signals sensory، وعليه الطالب بيفكر، يبقى موجودة mostly في السنسوري areas والassociation areas. طيب الترانسميتر بتاعها كما الثالاموس الترانسميترز الاكسيتاتري بتطلع جلوتامات والانهيبيتري بتطلع جاما. النوع الثاني والثالث اللي هو البيراميدر والفيوزيفورم سيلز. البيراميدر قلت افتكروا الهرم الاكبر ده كبير، يبقى دي الاكبر والاكثر عددا، عندها لونج اكسون، يبقى الطالب يفكر يبقى دي 100% هيطلع منها الاوتبوت فايبرز اللي رايح للسباينال كورد والسبكورتيكال ارياز. طيب العدد الخامس والاخير ان وي هاف 6 لايرز. قلنا لاير 1 و2 و3 دول فيهم الخلايا اللي بتتواصل داخل الكورتكس، الانترا كورتيكال اسوشيشن. لاير 4 دي بتستقبل السنسوري سيجنالز بالترمينيت في لاير 4. لاير 5 و6 دي بيطلع منها بتنيشيت الاوتكومينج سيجنالز. مش عايدها تاني، كفاية كده، لان دي مش هي الجزء المهم عندنا. نبتدي في الهاير برين فانكشنز، واحنا الهاير برين فانكشنز عندنا ثلاثة يا اولاد، اللي هو الميموري والليرنينج والسبيتش، الذاكرة والتعلم والكلام، وهي دي الثلاث موضوعات باذن الله اللي هندرسها. وبعيد بقول الميموري والليرنينج دول بالاضافه انهم في الفسيولوجي هناخدهم تاني في السايكولوجي، يعني محاضره مزدوجه الفائده، وهي زي ما بقول الميموري والليرنينج من اصعب الحاجات في الفسيولوجي لان ده الهاير فانكشنز والسايكولوجي، فانت بتسمعها بغرضين دلوقتي. فنبتدي بالميموري والليرنينج. اول حاجه الميموري، ودول على فكره الميموري والليرنينج يعني التعلم والاشياء اللي بنتذكرها الميموري، هم دول اللي بيأثروا في تصرفاتنا. نبتدي بالميموري اللي هو الموضوع الاول في المواضيع الثلاثه في هذه المحاضره. الميموري is classified into three types، حسب مده الذاكره بنقسمها الى انواع ثلاث: immediate او sensory memory يعني في الحال، short term يعني قصيرة المدى أو نسميها working memory، وبعدين long term أو fixed memory يعني ثابتة. نشرح كل واحدة فيهم على حدة. فالimmediate أو sensory memory يعني إيه؟ من اسمها sensory، يعني بعد ما حضرتك تاخد الoriginal sensory stimulus يبقى removed، خلاص خلص، مفيش، حصل sensation وهذا sensory stimulus is removed.
واحنا عارفين طبعا ان الحواس عندنا اساسا حواس خمسة: السمع والبصر والشم والتذوق والحس التاتش. هذا النوع من الذاكرة retains impression، يقعد في الذاكرة لمدة اقل من ثانية. طب واحد يقول لي مش فاهم، ما هو طبعا بدون امثلة عمرك ما هتفهم لا سيكولوجي ولا فيسيولوجي. هنا انا عندي مثال لطيف كنت قلته لكم قبل كده في السبيشال سنس لهذا النوع من الذاكرة. دلوقتي حضرتك كنا قلنا لما بنجيب في ظاهرة الفليكرينج خدناها في السبيشال سنس في الفيجن، لما تجيب شمعة وقرص مثقب اهي ثقوب، وبعدين الشخص هينظر من خلال الثقب على الشمعة المضيئة، وبعدين تبتدي تدور القرص صح؟ فقلنا في لحظة معانا هيلاقي انه شايف الشمعة بصورة مستديمة، يعني هو مفروض ان هو بيشوف الشمعة من خلال القرص وبعدين يعني تختفي وبعدين يشاهدها وبعدين تختفي. لما بنوصل لكريتيكال يعني فريكونسي معانا يسموها كريتيكال فيوجن فريكونسي هيشوف الشمعة مضيئة على طول. طب ما فكر فيه، طب ما هو 100% الاستيمولس ما بين القرصين غير موجود، ومع ذلك الامبريشن الانطباع بيه موجود بدليل انها لحمت، حاسس ان انت الشمعة لم تختفي، الشمعة موجودة على طول برغم انها كانت بتظهر وتختفي وتظهر وتختفي. بس فكر فيها، هذا النوع من الذاكرة بيقعد اقل من ثانية، انت زي ما شفت في المثال بيتيح لك ان الذاكرة بالشمعة من خلال الثقب الاول تقدر تشوفها بالثقب الثاني في صورة متصلة. طب وايه سبب الحكاية دي؟ كنا قلناها في الفيجن يا ولاد، قلنا ان سببها الاتي، انه او يعني ايه اهميتها. اهميتها قلنا في الـ في الـ في الـ السينما، ان احنا اكشوالي لما بنتفرج على اي موفينج بيكتشرز الصور ما بتتحركش، احنا بناخد صور متواليه والصوره بتبقى ريتيند في ذهنك لفتره معينه بسبب ظاهره الافتر ديشارج، بحيث بتيجي الصوره الثانيه تلحم فيها الثالثه تلحم فيها فبترى الصوره كانها بتتحرك بسبب ظاهرة الافتر ديشارج. فقلنا حتى لولا ظاهرة الافتر ديشارج في الفيجن ما كانت صناعة السينما. تمام؟ يبقى الوضع كالاتي يا اولاد، يبقى الاميديت او السنسوري ميموري دي بتحتفظ بالامبريشن زي ما قلنا ما بين القرصين لمدة اقل من ثانية ميلي سكندز بعد ما الاوريجينال ستيمولس از ريموف، لانه ما بين القرصين مفيش الشمعة، مش المفروض انها لا ترى، بس انت محتفظ بالامبريشن، محتفظ بذاكرة الشمعة من خلال الثقب الاول فيلحم في الثقب الثاني. ايه الموليكولار بيز بتاعت هذه الظاهرة؟ اهم حاجة قلناها طبعا الريفربريتنج سيركتس في ظاهرة الافتر تشارج، كان اهم تفسير ليها في السي ان اس في السنسوري الريفربريتنج سيركتس. لكن في سبب اخر، ان المؤثر ينقضي ومع ذلك الريسبونس موجود اللي هو البوست سينابتيك او بوست تانيك فاسيليتيشن. خلاص، بوست سينابتيك فاسيليتيشن ده التفسير الاخر. طب ايه الكاركتر بتاعتها؟ حضرتك انت باص على القرص هل تحتاج الى انك تكون في حاله تنبه؟ لا. تمام، يبقى ويكلي ديبندز على الاتنشن، بتعتمد اعتماد ضعيف على الانتباه، مش لازم تبقى منتبه، انت بتبص على القرص ما بتركزش قوي هتلاقي الشمعه بقت متصله. ثانيا انها موداليتي سبيسيفيك، يعني في حاله الرؤيه هتبقى رؤيه، في حاله السمع هتبقى سمع. وهديك مثال لبرضه الاميديت سنسوري دي في حاله السمع. هقول لك هنا مجموعة من الأرقام وتقول لي هل المجموعة الأولانية تشابه المجموعة الثانية ولا في اختلاف. خلاص، يعني ده اللي مطلوب تقوله. فالمجموعة الأولانية بتشمل الأرقام الآتية: 2 3 4
8 7 10 9 التانية 4 1 2 7 8 10 9 ايه رأيك انت؟ قدرت تعرف هل هم متفقين ولا مختلفين؟ مختلفين. ده هو الاميديت او يسموها سنسوري ميموري، لانها انت ابقيت المعلومة من الصف الاول لمدة اقل من ثانية لحد ما سمعت الصف الثاني عرفت لا ده في اختلاف ما بين الارقام دي والارقام دي، واذا عاوز تعرف الاختلاف هو كان في رقم 3 و1. ثالث حاجة ان ما هو مصير هذه الاميديا سنسوري ميموري دي؟ مصيرها انها يتفيدز يتتغير، يعني تنقضي او تتغير الى انواع اخرى. طيب النوع الثاني من الميموري يا اولاد اللي هو اسمه شورت ميموري او وركينج ميموري. هنا انت يعني الانفورميشنز، هذا النوع من الميموري ريتينز الانفورميشن، بيحتفظ بالانفورميشن مش بقى اقل من ثانيه، لا اب تو 2 مينتس، يعني a few seconds، دقيقه او دقيقتين. وزي هنا الذاكره الايه اللي هي الديجيتس الارقام، وهنا تقدر تتذكر 7 ارقام يعني في المتوسط، او الحروف الليترز او الوردز. طبعا من الارقام تتذكر 7، من الليترز اقل شويه 6، من الكلمات يبقى اقل اللي هم 5. طب ليه سموها working memory؟ تعال نفكر، لان انت ما تقدرش تشتغل بدونها. يعني انا هقول لك بس بدون اعاده، بدون حتى ما تعيدها في مخك، هقول لك رقم تليفون وانت عليك انك تتصل بهذا الرقم. يعني بس طبعا ما حدش يتصل بيه، انا اخترت رقم على فكره تاكدت ان هو بره الخدمه عشان ما تزعجوش حد. فالرقم شوف هتقدر تتذكره ولا لا، وهتلاحظ انك انت هتتذكره يعني بالكثير دقيقه. 6 3 3 7 0 2 4 3، ما تعيدهاش في مخك. في ناس قدرت تتذكرها، وده شورت تيرم او وركينج ميموري. خد بالك انا خلاص خلصت الرقم الاول ودخلت في الثاني والثالث، وانت قدرت تحتفظ بيهم عشان تاخدهم كرقم واحد تقدر تطلبه. يبقى هذا النوع من الميموري زي ما انت شفت انا قلتها، انت على طول ريكولد الميموري، يبقى رابيد ريكول. ايزلي ديسربتد، لو سالتك عن الرقم ده دلوقتي خلاص نسيته، بعد ما طلبته نسيته. وهذا النوع من الشورت ميموري، شورت تيرم ميموري، سمول اماونت، يقدر يشيل مجموعه قليله، رقم تليفون، حاجه من هذا القبيل، ما تقدرش تحط في الشورت تيرم ميموري ارقام كتيره. تمام؟ طيب اما لونج تيرم ميموري فده ده اهمهم على الاطلاق يا اولاد، ده بيريتين الانفورميشن، بيحتفظ بالانفورميشن بقى كالاولاني اقل من ثانيه، الثاني ثواني اب تو دقيقتين، الثالث يحتفظ ريتينز الانفورميشن اب تو اورز او مانثز او ييرز او ايفن يا اولاد اندفينيت، يعني لحد نهايه الحياه. في حاجات الواحد بيقعد فاكرها لحد نهايه الحياه، كما اسمك بتقعد فاكره الى نهايه الحياه، حدث مهم جدا بتقعد فاكره الى نهايه الحياه. بماذا يتميز هذا النوع من الذاكره اللي هو يسموه لونج تيرم، او من اسمه فيكسد يعني ثابت؟ اولا هدي مثال، حتى بلاش اسمك ده لانه ده ثابت جدا، هدي مثال ان رقم تليفون بتاع واحد صاحبك، او مثلا حضرتك فاكر الحرب العالميه قامت الثانيه امتى، اقول لك قول لي من الى، هنا هتقعد تفكر شويه تقول لي من 1939 الى 1945. رقم تليفون بتستخدمه تملي من، بس بطلت تستخدمه فتره، هتاخد شويه عبال ما تجيبه. يبقى هنا نوت انستانتينيوس مش رابيد، هنا كان رابيد ريكول، هنا نوت انستانتينيوس. طيب هنا بعد ما قلت لك الرقم الجديد اول مره ولم اسمح ليك باعادته حتى في مخك، يعني لا انا عدته ولا انت صح تعيده في مخك، نسيته بعد ما طلبته، ايزلي ديسربتد. انما ده بدليل انك انت هتقعد تجيبه لمده قلنا اورز او مانث او ييرز او ايفن انديفينيت، يبقى ريزيست ديسربشن يعني ضيعانه صعب. طبعا في الشورت تيرم انت ممكن اديك رقم واحد تطلبه، لو واحد بتاع تليفونات هيطلب له رقمين،
ويبقى متمرن اكتر. انما اللونج تيرم ميموري اللي هي الاهم، لان هي دي فيها معظم الانفورميشنز اللي موجوده، هيوج اماونت اوف انفورميشن. يبقى ايه الفرق بين الشورت تيرم واللونج تيرم؟ ان الشورت تيرم انا بديكوا في اقل من ثانيه تكون جبت المعلومه، رابيد ريكول. انما هنا ممكن تقعد شويه كده تفكر هو كان نمره ايه، هو كان التاريخ اللي انا بساله عنك ايه، نوت انستانتينيس. الشورت تيرم ميموري هينقضي بسرعه جدا، ايزلي ديسربتد. انما اللونج تيرم لا، بيريزيست ديسربشن. ده في حاجه ما بتضيعش خالص طول الحياه، زي اسمك كاملا، زي تاريخ ميلادك. ده يشيل سمول اماونت، انما ده يشيل لارج اماونت. طب نيجي بقى الموليكولار بيزس. قلنا ان في حاله الاميديت ميموري اللي بتاخد اقل من ثانيه، دي عباره عن كهرباء بس، بسبب ظاهره الافتر تشارج، بسبب الري فيبريتنج سيركتس اللي اهم تفسير ليها، او البوست ثانيك فاسيليتيشن. اما الشورت تيرم ميموري بتبقى بسبب كيميكال وفيزيكال تشينجز حدثا، يا في البري سينابتيك تيرمينالز يا في البوست سينابتيك ميموري. يعني البري سينابتيك تيرما بقت تطلع شويه ترانسميتر زياده، او السنسيتيفيتي بتاعت الريسبتور في البوست سينابتيك ميمبرين زادت. نيجي لاهم واحده بقى، واهم نوع في الميموري اللي بنعتمد عليه، اللي حضرتك بتدخل الامتحان بيه وبتذاكر بيه، اللي هو اسمه اللونج تيرم او فيكسد ميموري. ده بنفسره بايه؟ structural change، يعني تغير في تركيب المخ. واقول لك العامه بيعبروا عنها يا اولاد تعبير كويس قوي قوي، فيقولوا ايه؟ شوف التعبير الرائع، يقول لك الحاجه دي انطبعت في ذهني، يعني خلاص اتطبعت، بقت جزء من البرين ستراكشر. طب هذا التغيير في الاستراكشر بيحصل فين؟ في البري سينابتيك تيرمينال. بيزيد فيه ثلاث حاجات: عدد البرانشز بتاعت البري سينابتيك تيرمينال، عدد الفيسيكلز، والسايتس اللي بيطلع منها الكيميكال ترانسميتر. دي كانت الانواع الثلاثه في الميموري يا اولاد. اميديت او سنسوري، وفهمت ليه؟ لانه السنسيشن بيقعد انت منطبع بيه لاقل من ثانيه. الشورت تيرم او الوركينج، لما تقدرش اديك رقم تليفون تطلبه، يعني انت بتعمل ورك بتطلب لي رقم التليفون بدون شورت تيرم ميموري، بس هنا بتريتين الانفورميشن دي او دقيقتين. وقلت لك واحد يقول لي يبقى انا ممكن تدوني اقعد حافظه، لا، لانك عدته في دماغك. انا بقول بدون ريهرسل، بدون اعاده. وبعدين اهم نوع في الميموري اللي هو اللونج تيرم او فيكسد ميموري، اللي ده بيقعد ساعات، مانث، ييرز، واللي تدخل بيه الامتحان، او ممكن اندفينيت. وقارنا الكاركتر بتاع كل واحده والموليكولار بيزيس بتاع كل واحده. انا القصد من هذه المحاضره، انا اديتها قبل كده يا اولاد، ان احنا اقولها في 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 اختصار، في عجاله. طيب نيجي مين اهم نوع؟ قلنا اللي هو اللونج تيرم ميموري. اللونج تيرم ميموري ده هنرجع نقسمه الى نوعين، والكلام انا عارف رخم، لكن لما اقول امثله هتلاقي روحك فاهم كويس قوي. يا اما ديكلاريتيف، ومعنى كلمه ديكلاريتيف يعني واضح، او اكسبليسيت مفسر، ريكوجنيشن اقدر اتعرف عليه. والنوع الثاني نون ديكلاريتيف، يعني بالعكس، اذا كان ده واضح ومفصل يبقى ده غير واضح، يعني ما عرفتش انا اتذكرت ليه، وبيتم ريفلكسيف بصوره اوتوماتيك، ويسموه امبليسيت يعني ضمني. اما هنقول امثله هتلاقي الموضوع لطيف وسهل جدا. ده اهم نوع من الميموري قلنا اللي هو اللونج تيرم، بينقسم الى نوعين. فنبتدي الاول بال ديكلاريتيف اللي هو الضمني، او الريكوجنيشن او الاكسبليسيت. اول معلومه نعرفها عنه ان ده كونشسلي، يعني بيحصل في الوعي، استدعاء واعي، ونيدز افورت، يحتاج مجهود عشان تستدعي المعلومه، تو ريكول المعلومه، ونيد افورت. يبقى كونشسلي ريكورد، ريكولد يعني عشان تعمل له ريكول بيبقى بالوعي، وفي نفس الوقت عاوز افورت. برضه لما اقول امثله هيبقى الموضوع سهل.
طيب الديبينز على ايه بقى؟ خد بالك حاجه مهمه جدا، الهيبوكامبس ثم هيبوكامبس ثم هيبوكامبس. ليه بقى؟ دي اللي بتحول الشورت تيرم ميموري الى لونج تيرم ميموري. يعني لو باظت الهيبوكامبس لن تستطيع اكتساب معلومات بصفه دائمه بعد كده لو باظت الهيبوكامبس، وهنشوف عينين معينين. طب وبيتم اختزان المعلومات فين يا اولاد؟ في الميديال تمبرال لوب. وهنا عندي يوجد تعليقان. التعليق الاول عشان تفتكر حكايه ان الاختزان اهم حاجه في الميديال تمبرال لوب، كلنا يعرف ان احسن ذاكره بنقول عليها ذاكره الافيال، وكلنا يعلم ان اللي بيقود قافله الافيال بتبقى انثى، وتستطيع ان تحتفظ بالذاكره لمكان فيه ميه زاروه القافله من اكثر من 30 سنه، لان الافيال تحتاج الى كميات ضخمه من الميه، فلو مش شربتش بموت. فربنا وهب انثى الفيل دي او كل الافيال، ودي بوجه خاص بتمبرال لوب كبير قوي، فعرفنا وتاكدنا ان الذاكره بتبقى في التمبرال لوب، فافتكرها ذاكره الافيال بسبب انه عنده الميديال تمبرال لوب كبير. طب اقول لك حاجه تانية، خد بالك ان احنا السمع بيبقى في التمبرال لوب بينما البصر في الاوكسيبتال. طيب لو اديتك من الحياه اغنيه تقراها، ما تغنيتش لسه، اقرا الاغنيه دي، او سمعتها لك يعني مؤداه بالحانها، في اي الحالتين تحفظها اسهل؟ طبعا لما بسمع الاغاني كلنا بنحفظ الاغاني اللي بنسمعها، انما صعب قوي نحفظ الاغاني اللي بنقراها. هذا يثبت ان السمع اقوى في تثبيت الذاكره عنه في البصر، وعشان كده ربنا حط اللونج تيرم ميموري بتعتمد على الميديال تمبرال لوب. يبقى اللي بيحول الشورت تيرم اللي هو الهيبوكامبس ده المهم، ثم يتم اختزانها في الميديال تمبرال لوب. هنا الريكول ليه بنسميها ديكليريتيف؟ يعني مفسرة واضحة، لأنها أنت بتريكول اكسبليند انفورميشن، يعني معلومات أنت فاهم بتستدعي إيه. موست اوف انفورميشنز هتشوف دلوقتي في الأمثلة زي الديتس التواريخ، يعني أنت أنا بقول لك قول لي تاريخ ميلاد صديقك، فأنت بتفكر وتجيبه، يبقى أنت فاهم أنت بتستدعيها ليه؟ بتستدعيها عشان أنا سألتك كنت عاوز تعرف تاريخ ميلاده. بتستدعي appointment لدكتور، موعد لطبيب عشان خاطر تعرف امتى تروح له. يبقى بتاكسبلين، يعني الريكول هنا بيديك اكسبليند انفورميشن، انت تعرف لماذا تستدعي هذه المعلومه. والفورمولا القوانين بتحل ما مساله هندسيه او رياضيه بتحتاج انك تتذكر الفورمولا. هذا النوع اللي هو الديكلاريتيف او الريكوجنيشن او الاكسبليسيت بينقسم الى نوعين، يا ايبيسوديك يا سيمانتيك. الايبيسوديك مختص بسبيسيفيك ايفنتس، يعني حدث معين، بينما السيمانتيك بجنرال نوليدج، معلومات عامه. فواحد يقول لي ادينا امثله، بدون امثله يبقى السيكولوجي طلاسم يا اولاد. إيه أنا طبعا زي ما بقول عشان بعض بيسأل إن إحنا مثلا فيسيولوجي، لا ولا يفيدك كمان في السيكولوجي، لأن كل معظم ثلثين المحاضرة عبارة عن سيكولوجي، وفوق البيع الفيسيولوجي جزء مشترك بين السيكولوجي والفيسيولوجي. طيب سبيسيفيك ايفنتس يعني زي إيه؟ زي التايم والبليسز. لما أقول لك تفتكر إن إحنا في العيد اللي فات كنا أول إفطار لرمضان، يعني كان عملناه فين؟ بليس، أهو ده البليس، فطرنا فين؟ أو التايم، تفتكر المكان ده رحناه إمتى؟ يبقى ده التايم، ده يسموه إبيسوديك، يعني بتتذكر حدث معين. إنما السيمانتيك جنرال نوليدج، معلومات عامة، يعني أقول لك بماذا تتميز الثدييات؟ معلومة عامة، فأنت تقول لي عشان يبقى الحيوان يتبع
فصيلة الثدييات يبقى لازم يلد ويرضع. طب واحد يقول لي تقدر تجيب لنا مثال بين يعني يربط الابيسوديك بالسيمانتيك؟ عندي مثال حلو قوي. القطه بتاعت حضرتك اما اقول لك اخر مره وديتها تطعم كان امتى وفي اي مكان في اي مستشفى لانهي طبيب، يبقى ده حاجه سبيسيفيك خاصه بقطتك، القطه بتاعتك انت. لكن لما اقول لك القطط في العموم تتميز بايه، دي حاجه جنرال، دي سيمانتيك مش ابيسوديك، ده مش ايفنت معين. ابيسوديك ده معناها يعني سبيسيفيك ايفنت، حاجه نوبي يعني في حاجه معينه بنتكلم عليها. انما السيمانتيك لا، ده حاجه يعني دلالات عامه جنرال نوليدج. بماذا تتميز القطط؟ فانت تقول لي عشان القطه دي ثدييات وفهمنا تلد وترضع، وعشان تبقى قطه لازم تبقى من فصيله النمور بس اصغر. والنمور تتميز بالاتي: انها ايزوليتد انيمال، حيوانات منعزله يعني لا تلتقي غير في وقت التزاوج. نمره 2، لها تريتوري، لها منطقه معينه لا تسمح لقط اخر او لنمر اخر في حاله النمور انه يتخطى عليها. يبقى ده هو الديكليريتيف ميموري، يعني ذاكره مفسره واضحه. السؤال واضح بساله لك وانت عارف بتتذكره ليه، عشان عاوز تروح للطبيب بتاعك، عشان عاوز تجاوب السؤال في المعلومات العامه. عشان كده يسموها ديكليريتيف او اكسبليسيت، يعني واضح او مفسر. وبتحتاج ايه كده؟ بتروح حاطط ايديك على راسك وتستدعي المعلومات، يبقى عاوزه كونشسلي ريكول، بتحتاج افورت. وتعتمد على ايه؟ على الهيبوكامبس اللي بتحول الشورت تيرم ميموري، فاول مره خدت المعلومه دي الى لونج تيرم ميموري، ثم تحط الميموري تريسز، هذه الذاكره قلنا ذاكره الافيال افتكر، في الميديال تمبرال لوب، ودي اللي فيها موست انفورميشنز. وقلنا بتنقسم الى نوعين: ابيسوديك وتختص بسبيسيفيك سبيسيفيك ايفنت، وسيمانتيك جنرال نوليدج. وجبت لك مثل يجمع الاثنين، لما اسالك عن حدث معين خاص بقطتك فده ابيسوديك ميموري، امتى وفين طعمتها. اما اسالك عن دلالات عامه سيمانتيك، يبقى ده جنرال نوليدج سيمانتيك، زي بماذا تتميز القطط. طيب نيجي النون ديكليريتيف يا اولاد، اللي هي الامبليسيت، العكس. نون ديكليريتيف يعني مش واضحه، امبليسيت يعني ضمنيه، بتستدعيها مش بالعقل الواعي، في الانكونشس. هتقولي مش فاهم، هتفهم مع المثال، واذا ما فهمتش معايا هيبقى الفهم صعب يا اولاد، فركز معايا شويه من فضلك. effortless بدون مجهود، عكس هناك تماما. هناك consciously recall، هنا unconscious recall. هناك محتاج effort، هنا effortless، automatic بصورة أوتوماتيكية، reflexive حتى يسموها. تاني نقطة في الفرق، إن هناك تعتمد على الهيبوكامبس، هنا لا تعتمد على الهيبوكامبس. النقطة اللي بعد كده، طب سموها ليه يعني non-declarative؟ لان مفيش بيربوز معين للريكول. وهديك مثال حلو خالص، هي ات انكلودز النوعين الاتيين: السكيلز والهابت. زي ركوب العجل مثلا، حضرتك اتعلمت ركوب العجل من 10 سنين وبقالك 10 سنين ما بتركبش العجل، فانا قلت لك اركب العجل، ما بتقعدش بقى تفكر هو العجله دي بتتركب ازاي، فجاه كده بتحط روحك على العجله وتمشي زي الفل. وانس تعلمت السكيلز بتقعد بتاع ركوب العجله رايدنج بايسكل، يقعد في دماغك لفتره طويله جدا، لمده ييرز. برايمنج، بص للكلمه اللي انا كاتبها ايه دي، انت كملتها من نفسك فيسيولوجي بدون ايفورت، بدون ما تستخدم العقل الواعي. بزيها مثال احسن، ستارتنج اوف ا سونج، كل لما بتبتدي اغنيه في 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 تلفاز او في الراديو تلاقينا كلنا غنينا معاه. انت هنا ما فيش لها بيربوز، دي حاجه حصلت باللاوعي بدون مجهود، بتكمل الاغنيه مع المغني. طب ما دي ذاكره، وانت ازاي افتكرت الاغنيه وبتعرف تكملها؟ ما دي لونج تيرم ميموري، يمكن الاغنيه دي ما سمعتهاش من شهور. فده يسموه برايمنج، يعني برايم يعني حاجه معده،
زي تشوف كلمه تكملها على طول، تسمع اغنيه تكملها، يبقى حاجات كلها زي ما انت شايف انها ما عملتهاش بالعقل الواعي، عملتها بصوره اوتوماتيكيه عشان يسموها كده، يسموها ريفلكسيف اهي لو بصيت، ومش عاوز اي ايفورت، ايفورتليس، وبالتالي ما بتركزش بالعقل الواعي. ده اول فرق. تاني فرق انها لا تتضمن الهيبوكامبس. تالت فرق انها فيها السكيلز والهابتس او البرايمينج. طب واحد يسالني هل في علاقه بين الميموري المفصله الواضحه والميموري الغير مفصله الضمنيه؟ اه في. كل حاجه في 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 ذاكرتك بتبتدي في 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 المهارات بتاعتك تبتدي ديكلاريتيف في الاول، وبعدين تتحول لنون ديكلاريتيف. ولو ما فهمتش الاكزامبل اقوله عمرك ما انت فاهم، اللي هو درايفنج اي كار، سواقه العربيه. في اول يوم بنعلمك السواقه كل حاجه بالاستدعاء بالعقل الواعي، كل حاجه بتعمل فيها مجهود افورت. نقول لك بص لما تعوز تحود يمين هتعمل ثلاث حاجات، تحط الاشاره اليمين، تبص على الناحيه اليمين لان العربيه تبقى جنبك وما انتش شايفها، وبعدين تبص في المرايه اليمين. يبقى ابص في المرايه اليمين واحط الاشاره اليمين الاول، وابص جنبي وابص على المرايه اليمين اشوف في عربيه جايه ولا لا. تمام؟ اما تعوز تنقل لو العربيه بتاعتك ستيك شيفت فيها العصايه دي، نقول لك لازم تدوس دبرياج، اوعى تمسك بايدك من غير ما تدوس دبرياج، لو العربيه مش اوتوماتيك والا العربيه هتصرخ. الواحد كان يرجع في اول ايام بيتعلم السواقه او القياده تعبان من كتر ما هو استخدم الاستدعاء الواعي، من كتر الافورت اللي عمله مع كل حاجه بيعملها مركز فيها. انما لما بعد تتعلم القياده بعد شهر بعد سنه قاعد جنبي وبتتكلم زي الفل، عاوز تنقل تحول يمين من غير ما تفكر وانت بتكمل كلام معايا، بس ما عاوز اذاكرها، ما انت بتعمل حاجات اتعلمتها ولابد ان تتذكرها. هبص في المرايه اليمين، احط الاشاره اليمين، ابص جنب على فوق كتفي اليمين، هنقل برجلي اوتوماتيكالي رجلي تروح ناحيه الدبرياج وامسك الستيك شيفت. تمام؟ يبقى كل ذاكره يا اولاد بتبتدي ديكلاريتيف، يعني بالعقل الواعي بنبقى مركزين فيها في الاول، بنعمل مجهود عشان نتعلمها، وبعدين بتصبح بصوره غير واعيه ما بفكرش فيها بدون مجهود بسوق زي الفل. ده كان انواع الميموري. يبقى عشان ما انتهش يا اولاد، انواع الميموري ثلاثه حسب المده: ايميديت او سنسوري، وبعدين شورت تيرم او وركينج، وبعدين لونج تيرم او فيكسي. اللونج تيرم هي الاهم، بترجع تنقسم الى نوعين: يا اما واضحه مفسره ديكلاريتيف اكسبليسيت، يا اما غير واضحه ومفيش هدف معين وانا بسوق، يعني ما بقعدش بقى افكر انا عاوز افتكر ازاي كنت بسوق، نون ديكلاريتيف او امبليسيت ضمنيه، او يسموها ريفلكسيف يا اولاد. وقلنا ان في ثلاث فروق ما بينهم، وان الاولانيه بتتحول الثانيه ديكلاريتيف بتتحول للنون ديكلاريتيف بالتكرار، وخدنا مثال درايفنج اي كار. طيب نكمل يا اولاد. ميموري تريسز، يعني الذاكره دي انت بتشيلها في صوره ايه؟ الذاكره في مخك دي متشاله في صوره ايه؟ في صوره تغيرات كهربائيه وكيميائيه في المخ. يبقى ما هي الميموري تريس؟ هتبقى حافظها صم في السيكولوجي والفيسيولوجي. هتقول ان الميموري تريس دي ترانزيانت، يعني مؤقت، اور لونج تيرم، يعني بياخد وقت قليل او بياخد وقت طويل. الكتريكال اور كيميكال تشينجز، الكتريكال او كيميكال تشينجز، فين؟ في البرين، بتمكن البرين من استرجاع المعلومه. يبقى تاني، ما هي الميموري تريس مره اخرى يا اولاد؟ ترانزيانت اور لونج تيرم، يا مؤقت يا اما طويل المدى. معلش هنظبطها ثانية. Transient or long term, electrical or chemical, brain changes تسمح للمخ انه يريتين بعض الايه؟ المعلومات، الاكسبيرينس. طب يعني ايه consolidation of memory trace؟ تثبيت الميموري تريس، يعني انك تثبت الذاكرة بحيث انها لا تنمحي.
تريزيست إريز، إريزينج عارفينها في اللغة بتاعتكم، إريز يعني أمحو الشيء أشيله. ودي involves مرة تانية عشان تعرف أهمية الهيبوكامبس، الهيبوكامبس مهمة للكونسوليديشن اوف ميموري. طب نيجي للسنترز اوف ميموري، مراكز الذاكرة. الذاكرة الامبليسيت اللي هي المبهمة اللي من ضمنها كان السكيلز بتبقى ستورد فين؟ في البيزال جانجل او السيريبيلا. واقولها تاني في عجلة جميلة، فاكر قلت لك اما بتعمل اي حركة بطيئة لها بروجرام، زي ما بتعمل اي حركة حركة سريعة لها بروجرام، وقلناها انجليزي على العربي يا اولاد، البروجرامات البا با بطيئة بالبه في البي بي بي بيزال جانجل، بينما البروجرامات السا سا 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 سريعة في السي سي سي سيريبيلم فوليكلز او فوليكلس. يبقى تنس، يبقى الامبليسيت ميموري والمثال منها ال سكيلز بنحطها اذا كانت بطيئه في البيزا جانجا، اذا كانت سريعه في السيريبيلا. بينما الاكسبليسيت ميموري بقى اللي هي الانفورميشنز خدناها والحاجات الجميله دي والداتا، ده بنحطها يا في النيو كورتكس في القشره المخيه او في الامجداله. نيجي بقى الجزء الالطف وهو الكلينيكال لينكس، يعني ايه التطبيقات الاكلينيكيه لينا كاطباء في الحكايه دي. فقدان الذاكره بنسميه امنيجيا، والكلمه في اللاتيني منيزيا يعني ميموري، في الانجليزي يعني لا، يبقى فقدان الذاكره. فقدان الذاكره نوعان يا اولاد، يا اما انترو جريد هنا، او الاول قبل ما نقولها نقول هو ايه اسباب فقدان الذاكره. واحد برين دامج او برين انجري، اصابه في المخ. اثنين سايكولوجيكال تروما. ثلاثه بعض الادويه تفقدنا الذاكره. انما فقدان الذاكره يوجد نوعان اساسيان. لو انا فقدت الذاكره بعد الانجي، افتر الانجي، يعني انا فاكر كل حاجه قبل ما يحصل لي الاصابه، بس اللي بعد الاصابه مش عارف افتكر حاجه، اي حاجه حد بيقولها لي بعد ما حصل لي الاصابه مش عارف افتكرها، يسموه انتروجريد امنيجيا. حتى حلوه في الحفظ. يبقى الايه مع الايه، يبقى الانتروجريد امنيجيا افتر انجي. وهنا مره تاني الليجن فيل هيبوكامبس، وهنشوف العينين بتوع الهيبوكامبس دول. اما لو انا حصل لي البرين انجي او السايكولوجيكال تروما، نسيت اللي قبله لكن قادر افتكر الحاجات اللي بعدها، يبقى نسميها ريترو جريد. ريترو يعني خلف ورا، بيفور انجي قبل الانجي. طيب وهنا الليجن بيبقى اولاد في الثالامس. في نوع ثالث هنقوله كنوت، لان نوعي فقدان الذاكره اساسا نوعان، يا اما انسى اللي بعد العمليه افتر، تبقى انترو. انترو يعني حتى من كلمه انتيرو يعني قدام، اللي لسه جاي افتر انجي انترو. افقد اللي قبل العمليه بيفور، تبقى ريترو جريد. وفي نوع بفقد فيه كل الذاكره بصوره مؤقته، فيسموه ترانزيانت جلوبال امنيجيا. ترانزنت يعني مؤقت، جلوبال يعني كله، جلوب جلوب يعني حرف، لما اقول لك في جلوبال ديبريشن يعني شامل الكره الارضيه كلها في حاله يعني هبوط اقتصادي. ترانزنت جلوبال امنيزيا، وانا اعرف صديق او اكثر من صديق حصل له الحاله دي. بماذا تتميز الترانزنت جلوبال امنيزيا؟ سادن لوس اوف ميموري لاقل من 24 ساعه، يعني عارف زي ما تكون الذاكره دي كوبس شلته فصلته تماما بس لمده اقل من 24 ساعه، دي اول حاجه. وبعدين ترجع له الذاكره زي الفل بعد كده. فجاه فقد الذاكره وهترجع بعد كده، الذاكره بنوعيها اللي هو هتبقى انترو جريد وريترو جريد. طيب النقطه الثانيه انه الشخص ده بيريتين البيرسونال ايدنتيتي، يعني لما تساله انت مين يعرف هو مين. الايدنتيتي يعني الذات بتاعته عارفها. طب وعنده نورمال ريكوجنيشن، يعني ادراك طبيعي للحاجات الفاميليار اوبجكتس. يعني انت اخذته المستشفى ما لقيته مش فاكر حاجه خالص، فتقول له احنا راكبين ايه دلوقتي؟ يقول لك عربيه، يعني الحاجات الاساسيه عارفها. زي النيمز اوف فاميليار اوبجكتس. تقول له احنا ساعات احنا في شارع ايه، ممكن يعرف الشارع اللي احنا موجودين فيه. وتقول له سمبل انستراكشنز، شويه توجيهات يتبعها كويس،
يعني انزل من العربية اركب جنبي، برغم ان هو فاقد تماما، يعني الذاكرة زي ما بقول اتفصلت تماما. واهم حاجة عشان يبقى ترانزين جلوبر افيزيا امنيجيا اسف، انه يبقى نو برين دامج. يبقى ثلاث حاجات: فقدان فجائي للذاكرة لأقل من 24 ساعة، يحتفظ الشخص بهويته يعني الايدنتيتي عارفها، بالادراك الطبيعي للاشياء المالوفه، انه راكب عربيه، انه ماشي في شارع كذا، انه في البلد دي، اكتر من كده لا. يتبع التوجيهات، اركب جنبي، انزل العربيه، كل ده موجود، ولا يوجد برين دامج. لو في برين دامج ما تبقاش ترانزين جلوبال امنيجيا. يبقى الامنيجيا نوعان اساسيان، يا بعد الاصابه افتر تبقى انترو قدام للي جاي، يا قبل الاصابه يبقى ريترو او بيفور. وقلنا في هوامش ان في نوع يشمل الاثنين بس بصوره مؤقته، ترانزين جلوبر. طب تعال نشوف ليجن في الهيبوكامبس. الهيبوكامبس معناها يا اولاد في اللغه حصان البحر او قرن امون، وعلى فكره هما اتنين شكل واحد، بيبقى حاجه زي علامه الاستفهام كده. عاوز احكي لكم القصة انها جميلة لما تعرفها. ده كان في عيان وركز عليه مجموعة كبيرة جدا من العلماء، كان عنده ابيليبسي سببه بؤرة في الهيبوكامبس، فمن كتر نوبات الصرع فكروا ان هما يشيلوا الهيبوكامبس على الناحيتين، فلما شالوها عرفوا الهيبوثالاموس وظائفها ايه. لقوا ان العيان عنده انتروجريد امنيجيا، يعني بعد هذه العملية، بعد العملية مش قادر يحتفظ في الذاكرة بأي حاجة. راح الشغل بتاعه تاني يوم، كل الموظفين اللي كانوا معاه قبل العملية قبل فاكرهم كويس جدا، اما اي موظف يتعين جديد ويقول له اسمه، اسمه لا يبقى في ذاكرته اكثر من دقيقتين. وفاكر قلت لكم على فيلم بتاع ادم ساندلر اللي هو 50 فيرست داي ديتس، اللي هو يعني كل مره يقابلها ناسيها خالص. فالعام بتاع الهيبوكامبس يبقى بهذا المنظر بالظبط، فاكر كل اللي قبل لكن مش فاكر حاجه بعد. هتسالني ليه؟ لان انا قلت لك الهيبوكامبس هي اللي بتحول الشورت تيرم للونج تيرم ميموري، فما هو يقول له اسمه هيقعد فاكره لمده دقيقه او دقيقتين اللي هو مده شورت تيرم ميموري، لكن ما عرفش يحوله الى لونج تيرم ميموري، فاي معلومه خدها بعد العمليه مش موجوده خالص. لكن من الحاجات اللي هي رحمه ربنا واللطيفه ان العيان ده عنده فقدان لذاكره المعلومات، انما نو ديفيكالت ان ليرنينج فيزيكال سكيلز اللي هي نيسيسري لسام سبورتس، يعني ممكن يتعلم سام فيزيكال سبورتس يعني العاب معينه وحاجات زي كده ويعرف يلعبها، بعد كده يحتفظ بالحركات اللي لازم يعملها في هذه اللعبه. ده الهيبوكامبس. طيب نيجي يا اولاد للمرض اللي يعني عمل عليه عادل امام فيلم اللي هو الزهايمر ديزيز، وانا عملت عليه حلقه في التلفزيون حطيتها على صفحتي في الفيسبوك لو عاوز تبقى تبص عليها، لو تعنيكوا ممكن تبقى تتفرج عليها. وحكيت حتى القصه ان الزهايمر ده اول مريضه اكتشفها الزهايمر كان اسمها اوجستي. الزهايمر ده الماني طبعا، حتى العيانه دي كانت سربرايزنج. الزهايمر بيجي عاده في السن الكبير يعني بعد سن 65، هي كان عندها حاجه 50 سنه، وهو أول واحد وصف التغيرات في المخ في مرض الألزايمر، ولن يتنبه له العالم على الإطلاق لحد ما الراجل نفسه توفاه الله في سنة 70، رجعوا الكلام ولقوا الراجل ده بيتكلم صح. عاوز أقول لك شوية معلومات طريفة على الألزايمر لأهميته. هذا الألزايمر في حالات التدهور العقلي يمثل 60% من أسباب التدهور العقلي في العالم، يعني الناس اللي لما بتكبر بيحصلها تدهور عقلي ده الألزايمر لوحده 60%. طيب يصيب المعلومة الثانية مش عليك بس معلومات قيمة جدا، 8 ل 17% من الناس في العالم بعد سن 65
بيبقى عندهم الزهايمر. اسمع اللي بعدها، بعد سن 60 كل 5 سنين تضابل عدد مصابين بالالزهايمر، يعني فرصتك من 60 ل 65 يجي لك الزهايمر ضعف فرصتك قبل سن 60. طب من 65 ل 70 4 أضعاف متواليه، كل 5 سنين بعد سن 60 سنه تزود الاحتمال انك تصاب بالالزهايمر للضبل. لما الانسان يبقى فوق سن 90 تصور نص الناس اللي فوق سن 95 اسف بيبقى عندهم الزهايمر. هل الالزهايمر فيه عامل وراثي؟ انا عارف ناس كتير عاوزه تسال السؤال ده دلوقتي. 5% بس معاهم عامل وراثي، ولسوء الحظ ان اوتوزومال دوميننت، لو في خلل في الكروموزومز اللي بيجيب الزهايمر في سواء الاب او الام صور واحد فيهم الابناء يجي لهم الزهايمر بس برضه ما يكبر. طب هل هو بيجي في الفيميل ولا الميلز اكتر؟ الفيميل اكتر لسبب ملوش اي علاقه بالالزهايمر، ان الفيميلز بيعيشوا 5 سنين اكتر من الميلز متوسط اعمارهم، والعيال اللي بيجي له الزهايمر بيموتوا من 3 ل 8 سنوات او 10 سنوات اسف بعد التشخيص، 3 ل 10 سنوات بعد التشخيص بالالزهايمر. مرة اخرى شوف يا اولاد النهاردة اتقالت عشان تعرف ان حصان البحر الهيبوكامبس ده حاجة مهمة جدا. سبب الالزهايمر وبداية الالزهايمر بيبتدي بديجنريشن في الهيبوكامبس في حصان البحر، اللي هو بيعمل ايه؟ بيحول الشورت تيرم ميموري الى لونج تيرم ميموري. وقلنا الشورت تيرم ميموري دي ما بتقعدش دقيقة لدقيقتين، فاقول لك يعني ظواهر المرض في عجالة حاجات كده مهم. الشخص ده يحط حاجة في درج معين، طيب يقعد فاكر لمدة دقيقة أو دقيقتين وحطها فين، بعد ساعة مش فاكر الحاجة دي فين، لدرجة دي يفتكروا إن الناس بتسرقهم، فقد الشورت تيرم ميموري. تقول له مثلا انزل هات لنا كذا وكذا 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 5 حاجات، يبقى فاكرهم لمدة دقيقة أو دقيقتين، ينزل ينسى الكلام ده خالص. ثم بعد كده loss of cognition، يعني الإدراك، إدراك المكان وإدراك الزمان وإدراك الشوارع وإدراك كل شيء. كان ريجان اللي هو الزعيم الرئيس السابق لأمريكا ومراته نانسي جاله ألزايمر، فهو ماشي في الشارع الناس بتلوح ليه بالأيدي، فبيسأل مراته هم بيسلموا عليها ليه، قالت عشان أنت كنت الرئيس الأسبق لأمريكا. وبعدين يحصل loss of other brain functions. طيب ده كان موضوع الميموري. ننتقل للموضوع الثاني في محاضرتنا النهاردة وهو أقصر شوية وهو الليرنينج، التعلم. الليرنينج نوعان يا أولاد، يا نون أسوشيتيف غير مرتبط وينقسم إلى نوعين، يا أسوشيتيف وينقسم إلى نوعين. نبتدي بالنون أسوشيتيف زي الهابيتويشن، تتعلم حاجه في الهابيتويشن في التعود، ان لما نديك ريبيتد ستيمولس يعني مؤثر متكرر بس بشرط يكون مش مؤذي، الريسبونس بتاعك لهذا الستيمولس يقل. واحد يقول لي ادينا مثال عشان نفهم، زي الضوضاء، واحد ساكن على محطه قطر فانت تيجي تزوره تقول له انتوا ازاي بتناموا بصوت القطر ده اللي هو بيدخل كل شويه قطر يدخل المحطه، يقول لك احنا اتعودنا خلاص ننام عادي خالص. يبقى الريبيتد ستيميليشن صوت القطر ده مش مؤذي بس حاجه ريبيتد ادى الى ديكريزد ريسبونس، تعود. بالعكس خدناها في السنسوري، في السنسوري بارت اوف ذا سي ان اس السنسيتايزيشن، خدنا الكلام ده في السينابتيك بلاستيستي، ان ريبيتد ستيمولس ممكن بالعكس يؤدي الى زياده الريسبونس. امتى؟ if coupled with pleasant or unpleasant stimulus. وانا فاكر لما قلت لكم الانبليزنت، لما قلت لكم واحد جه ياخد شوربه لقاها سخنه لسعته، ففي المره الثانيه بقى هيشرب شوربه تلاقيه متحذر اكتر، يعني عنده حساسيه مفرطه، عاوز الاول يشوف سخنه ولا مش سخنه. يبقى هنا ليه؟ لان الشوربه اللي هي حاجه بليزنت بقت كابل مع حاجه انبليزنت، انبليزنت اللي هي انها سخنه،
فعملت له حساسيه. طب واحد يقول لي طب انت اديتنا اكزامبل لو الاستيمولس اللي هو الشوربه كابلد ويز حاجه انبليزنت لانه سخنه، حتى المثل بيقول اللي اتلسع من الشوربه ينفخ او يهوي على الزبادي. طب بليزنت ستيمولس، واحد بيحب واحده معانا كل يوم الساعة 8 الصبح تدي له تليفون، كل يوم الساعة 8 الصبح يفتح يشرف على التليفون لا هي. في كل تليفونات اليوم مين التليفون اللي هيقفز من سريره ويجري عشان يرد عليه بتاع الساعة 8؟ لأن هنا التليفون كابل مع حاجة بليزنت اللي هي مكالمة الحبيبة. فيبقى لو الاستيمولس كابل بحاجة انبليزنت زي الشوربة اللي معاها الحاجة الوحشة لأنها سخنة، او حاجه بليزنت زي رنه التليفون اللي معاه صوت الحبيبه، بيؤدي الى سنسيزيشن اثاره الحساسيه. نيجي النوع الثاني بقى يا اولاد اسمه اسوشيتيف ليرنينج، يعني التعلم المرتبط. مرتبط لان هنا لازم نربط بين شيئين. اول واحد عمل اول تجربه في العالم وحاز عليها جائزه نوبل بتاعت الكلاسيكال كونديشننج، ودي تجربه طويله جدا بتفصيلات مذهله هنا بنديها لك في عجاله. كان اسمه ايفان بافلوف وهو راشن روسي، وحاز على جائزه نوبل في سنه 1904 لان الكلاسيكال كونديشننج ده هو الاساس في تربيه الاطفال زي ما هقول لكم دلوقتي. إنما نبتدي بالتجربة البسيطة. إن الراجل ده لقى إن هو لو إدى أكل للكلب، الكلب هيحصل له يسيل لعابه. الأكل ده unconditioned stimulus، يعني مؤثر غير مرتبط. خلاص؟ unconditioned. واحد يقول لي يعني إيه؟ ليه قالوا عليه غير مرتبط؟ لأن أي كلب تدي له اي اكل مش مرتبط باي حاجه هيحصل له يسيل لعاب. فالراجل ده كل مره بيدي الكلب الاكل يضرب الجرس، كل مره يدي الكلب الاكل يضرب الجرس. فباي تريننج بالتمرين ارتبط في ذهن الكلب الجرس بالاكل، فاصبح لو جه بعد كده في مره وضرب الجرس بس الكلب يسيل لعابه. بس ليه سموا بقى الجرس كونديشن ريفلكس؟ لانه مشروط مش غير مشروط، بشرط انك تربط الجرس بالاكل. الاكل انكونديشن ستيمولس، مؤثر غير مشروط بدون اي شرط. الاكل اي اكل في اي كلب بدون شروط انكونديشن ستيمولس يعمل سليفيشن، لكن الجرس عند ربطه بالاكل بالتريننج محتاجين تريننج نمره واحد وسريبرال كورتكس نمره اثنين، لازم الكلب عنده سريبرال كورتكس، الجرس لوحده هيعمل سليفيشن. فسموه كونديشن ستيمولس لانه مؤثر مرتبط. انا فكرت يا اولاد فكره في يوم من الايام، قلت الله ايه اللي خلى الراجل ده بتاع سايكولوجي الراجل الروسي ده ايفانس بافلوف فكر انه كل مره يدي اكل للكلب يضرب جرس؟ الراجل ده شكله ابله ولا ايه؟ فيعني نقبت وبحثت عن اصل القصه، فكانت قصه طريفه وهي كالاتي يا اولاد اقولها لكم في عجاله. الراجل الروسي ده كان عنده سيرفنت خادم وان ليجد، يعني برجل واحده خشب، كانت اياميها رجل الخشب، وعنده كلب، وعنده كان كريدور طويل يؤدي الى المطبخ. فكل شويه يقول للراجل الخادم بتاعه من فضلك روح هات اكل للكلب من المطبخ. فالراجل يمشي في الكوريدور رجله تدق، فلاحظ بافلوف لانه بتاع سيكولوجي قوه الملاحظه بتاعته قويه، انه مجرد ما الراجل يبتدي يمشي في الكوريدور الكلب بيسيل لعابه. وفكر ان دفن الكلب ما فهمش انه قال له هات اكل. ففكر ربما يكون ارتبط صوت رجل الخادم اللي هو وان ليجد وطرق الـ 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 الارض بالرجل الخشب مع احضار الاكل. فغير التجربه للتاكد من ذلك
وبدل ما بقى طرق رجل الخادم بتاعه جاب الجرس. يبقى الاكل unconditioned stimulus، اوعى تنسى، يبقى مؤثر غير مشروط. اي اكل اي كلب بيطلع لعاب، انما الجرس condition stimulus، مش اي جرس يطلع لعاب. ده بشرط، بشرط ايه؟ شرطين: training وcerebral cortex. طب ما هي عملية الconditioning؟ انا اقولها بطريقة جميلة، الconditioning هي الcombination، يعني الفترة اللي عملنا فيها combination، ربط ما بين الcondition stimulus والunconditioned، يسموها conditioning اللي هي combination. طب ايه الكاركترستيك بتاعت الكلاسيكال كونديشن؟ كتيرة قوي، هنذكر ثلاثة من المهمين فيها. internal inhibition، لو انت الراجل ده بعد ما الكلب اتعود لما يضرب جرس يحصل له لعاب يجيب اكل، بقيت تضرب الجرس وما تجيبلوش اكل، تضرب الجرس وما تجيبلوش اكل، يعني مفيش unconditioned stimulus، مفيش اكل، طبعا الكلب يتوقف عن افراز اللعاب. ده يسموه internal inhibition. امال ايه هو external inhibition؟ يعني لو في distraction حصل من الخارج، مثلا دخل صاحب الكلب فالكلب يعني خلاص نسي الموضوع وجري ناحية صاحبه، حصل صوت حادث في الشارع، صوت كده مفزع مش هيركز في صوت الجرس، يبقى هنا حاجة من بره وقفت الريفليكس، يبقى ده external inhibition زي distraction. طب تالت حاجة reinforcement، يعني تعزيز. وتعالى اديها لك حتى في مثال خاص بالأطفال عشان تفهم الكلام ده. في تربية الأطفال، طفل بيطلب حاجة من أبويه فبيقولوا لا، قاعد يعيط 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 عشان يخلصوا منه ادهاله. تاني مرة طلب حاجة قالوا له لا، يعيط 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 عشان يخلصوا منه ادهاله. تفتكر في طالب مرة لما يجي يطلب حاجة هيعمل ايه؟ هيعيط بالأول، ياخدها بالآخر. يبقى هما عملوا reinforcement، تعزيز للسلوك السيء، وهو ان الطفل لما يعيط هتلبى طلباته، يبقى ده reinforcement للسلوك سيء. ممكن يبقى في reinforcement للسلوك حسن. واحد يقول ادينا مثال، طفل اساء اليه اخوه، فالطفل قال له الله يسامحك، فالاب والام انتهز الفرصه وادوا له ريورد، مكافاه على ذلك، في صوره حضن، في صوره بونبونايه، زي ما يكون. تاني مره اخوه يسيء اليه برضه يقول له الله يسامحك، ما كل مره هيقول الله يسامحك هياخد ريورد. يبقى هم عززوا وقووا هذا التصرف اللي هو المرغوب في 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 الطفل. وده ازاي يا اولاد نتفادى تعزيز الاشياء السيئه ونقوي تعزيز الاشياء المهمه في تربيه الاطفال؟ اديك عرفته، بربط، بالربط الاسوشيتيف ليرنينج، التعلم المرتبط، بنربط حاجه بحاجه. طيب ده كان قصة إيفان بافلوف، وحاز جائزة نوبل في 1904، لأن التجربة يعني أعمق من ذلك يا أولاد، بس ده في حدود الأندر جراديوت، الحاجات اللي عليكم لما تبقوا بتوع سايكاتري أو سايكولوجي هنديكوا حاجات أكتر عليها. تاني نوع من الكونديشنينج اسمه أوبرانت كونديشنينج أو إنسترومنتال، يعني operant من كلمة operation يعني عملية، instrument يعني أداة، يبقى هنا في عمل في أداة، عشان كده سموها operant أو condition. دي عملها واحد اسمه سكينر يا أولاد. سكينر ده عمل بوكس اسمه سكينر بوكس، في جزء منه فوق كده في علبة فيها أكل، وحط فأر في سكينر بوكس وحط ليفر في هنا رفعة، لما الفار يدوس على الرفعة العلبة تنفتح وينسكب الأكل، فيفرح الفار بأنه ينزل له أكل. حط الفار، ما قالوش يعمل إيه جوه السكينر بوكس، ف
فالفار بياخدوها يروح وياخدوها يروح، بالمصادفة في أول مرة رجله جت في الليفر لقى الأكل نزل، إيه يبقى خبط ليفر بينزل أكل. طبعًا هو ما فهمش في أول مرة. بإعادة الكلام ده مرة ومرة ومرات الفار عرف، أول ما يحطه في البوكس يجري على الرافعة ويروح دايس عليها يروح نزله الأكل. عشان تعرف قوة التعليم المرتبط الاسوشيتيف ليرنينج حتى مش في الانسان، في الانسان في الفقر، ومثلها طبعا في حيوانات السيرك، ان هو هيعمل حركه معينه فيدي له ريورد عليها. حتى بتلاحظ انه المدرب في اثناء العرض بيدي الانيمال ريورد عشان يربطه، هتعمل ايه هتاخد الريورد، هتعمل دي بيربط انه يعمل الحركه اللي عاوزها الجمهور بمكافاه الانيمال، فحتى الانيمال يطيعه. ودينا شفناها في يعني اقل الكائنات شأنا وهي الفار. فما ادراك بقى قيمه الاسوشيتيف ليرنينج في الانسان. طب السؤال في الام اس كيو، ايه الفرق بين الكلاسيكال كونديشننج والاوبرنت كونديشن؟ دي اهم نقطه، ان في الكلاسيكال كونديشننج الانيمال از باسيف، انما في الاوبرنت از اكتيف. واحد يقول لي فاهمنا، في الكلاسيكال كونديشننج كلب قاعد ساكت ما يعملش اي حاجه، هما اللي بيضربوا الجرس يسيل لعاب، كان ما عملش حاجه قاعد الراجل ساكت خالص. انما في الاوبرنت كونديشننج الانيمال بيعمل حاجه، لازم الانيمال عشان يحصل على الاكل يدوس على الرفعه، يبقى اكتف الانيمال هنا بيرفورم ا تاسك، يقوم بعمل ما. دي اهم سؤال، ايه الفرق في الام اس كيو بين الكلاسيكال كونديشننج والاوبرنت كونديشن؟ هنا الانيمال از باسيف، هنا الانيمال از اكتف. ده كان الجزء الثاني في محاضرتنا لهذا اليوم. نيجي الجزء الثالث وهو الاهم بقى، اللي هو فيسيولوجي بس اللي هو الليرنينج. يا اولاد الليرنينج، واسف اللي هو السبيتش كلام. قبل ما نتكلم على السبيتش، هو الجزء الثالث، كان الجزء الاول الميموري، الجزء الثاني الليرنينج، الجزء الثالث اللي هو السبيتش. الاول عاوزين نقول حاجه مهمه جدا، واحد من اهم الاسئله، اسمها lateralization of the brain او complementary specialization of the two hemispheres of the brain. يعني احكي لك القصه كده في عجاله يا اولاد. في الأول خالص كان الإنسان يعتقد أن النصف اليمين يشابه تماما النصف الشمال في المخ. الفرق أن اليمين يشغل الشمال والشمال يشغل الجزء اليمين في الجسم، يعني كل نص مسؤول عن النصف المعاكس له في الجسم. ده أول اعتقاد للإنسان، إلى أن لاحظوا أن لو حصل ليجن في الليفت هيمسفير، العام ما بيعرفش يتكلم، بيفقد اهم خاصيه من خصائص الانسان، وهو الانسان حيوان ناطق، ما بينطقش، ما بيتكلمش، او الكلام اتلخبط، مش ضروري ما يتكلمش خالص، بيحصل لخبطه في الكلام زي ما هنشوف في انواع معينه. بينما لو حصل ليجن في الرايت سايد، العام بيتكلم زي الفل. فقالوا اذا الليفت سايد بيتميز عن الرايت سايد بان هو اللي فيه مراكز الكلام، هو اللي دوميننت في موضوع الكلام، فسموه الدوميننت هيمسفير الليفت. بينما او الكاتيجوريكال يعني التصنيفي، وهنفهم ليه سموه تصنيفي. بينما الرايت سايد لما بيحصل فيه ليجن في الرايت هيمسفير، الكلام والفهم لا يتاثر، فسموه زمان النون دوميننت يعني مش سائد، او ريبريزنتاتيف هيمسفير. ريبريزنتاتيف هيمسفير، تمام يا ولاد؟ ده المرحله الثانيه، حكايه السبيتش. يعني واحد يقول لي على اي اساس قالوا ده دوميننت وده نون دوميننت؟ ده لما بيبوظ الليفت سايد يتاثر الكلام والفهم، او الكلام بمشتملاته زي ما نشوف، مش لازم الكلام عن النطق. بينما لما يبوظ الرايت سايد ما بيحصلش في كلام في تصورهم شيء،
فسموه نون دوميننت. الاسم الاصح دلوقتي ان بيسموا الليفت سايد اللي هو الدوميننت الكاتيجوريكال التصنيفي، بينما الرايت سايد بيسموه الريبريزنتاتيف او التمثيلي. وعشان ما تنساش الار مع الار، الرايت سايد هو الريبريزنتاتيف. في معلومه بيقولوها لكم خطا، ان لو انت بتكتب ايدك اليمين بيبقى الدوميننت هو الليفت سايد، الشمال عكس، ده خطا. لو انت بتكتب بايدك اليمين 96% من الناس الرايت هاندد بيبقى الدوميننت هو الليفت. طب والليفت هاندد ستيل 70% من الناس الليفت هاندد بيبقى الدوميننت هيموسفير هو الليفت سايد. حتى طالب مره سالني طب ال 30% اللي فاضلين توزيعهم ازاي؟ قلت له توزيعهم كالاتي: 15% منهم في الرايت سايد، 15 بس من يعني نص ال 30، ال 15 التانيين على الناحيتين بايلاترال. يبقى في المجموع الليفت سايد هو ده الدوميننت، هو ده بتاع السبيد سنترز. الرايت سايد هو ده ريبريزنتاتيف اللي هو النون دوميننت. برضو من المعلومات الطريفه اللي بحب اقولها يا اولاد، انه الناس الليفت هاندد واللي هو عددهم في الدنيا 7% خلاص، دول ربنا يعني حباهم بمميزة ان هم هايلي تالنتد، يعني عدد كبير من الناس الارتست الفنانين والميوزيشنز والماثيماتيشنز بتوع الرياضيات وبتوع المزيكا بيبقوا ليفت هاندد. طب دي الميزة. طب ايه العيب؟ حاجتين: انهم عندهم slightly shorter life expectancy، عمرهم اقل قليلا، عشان الناس left handed اللي هم 7% ما يزعلوش مني، اقل قليلا من الناس right handed. يعني مش تاخد واحد قصاد واحد، لو خدت 1000 واحد right handed وجمعت اعمارهم لحد ما توفاهم الله و1000 واحد left handed، الright handed بيعيشوا اكتر. طب اتنين: ان الديسلكسيا اللي هي صعوبة التعلم، صعوبة القراءة بوجه خاص، ما هي ديسلكسيا اندريسا 12 مرة اكثر شيوعا في الليفت سايدد من الرايت سايد. تمام؟ طيب نبتدي بقى جدول تاريخي في السبيتش، وهو بيجي لك سؤال lateralization of the brain ده عنوان، او compensatory specialization of the hemispheres عنوان اخر. هنقارن ما بينهم في ما بينهم في ثلاث نقاط. اول حاجه قلنا السايت، قلنا ان الدوميننت اللي هو الكاتيجوريك اللي هو التصنيفي هو الليفت سايد في 96% من الناس، وهو برضو الليفت سايد في 70% من الليفت هاند. بينما الريبريزنتاتيف، اوعى تنسى الريبريزنتاتيف اللي هو النون دوميننت في الرايت سايد الرايت هيمسفير. دي اول نقطه في الثلاثه. النقطة الثانية اللي هي الفانكشنز، شوف بقى يعني حاجة رهيبة، هما ازاي عرفوا وظائف الليفت سايد ازاي بتختلف عن الرايت هيمسفير، بينما في بيصل ما بينهما الكوربس كالوزم اللي خلى الانسان مش عارف وظيفة دي وظيفة دي، ان هما الاثنين بيشتغلوا في آن واحد، فعش كده انت مش عارف هو مين فيهم اللي شغال، لحد ما راجل واخد جائزة نوبل اسمه سبيري في سنة 1960 اهو. بحب احكي القصص دي لان هي بدونها مش هتفهم حاجة، يعني المواضيع مش انشا، المواضيع بتجارب موثقة. الراجل ده نيورو سيرجن بتاع جهاز عصبي، اسف، بتاع جراحة مخ وعصاب، فلقى ان في عيانين عندهم ابيليبسي، عندهم صرع، البؤرة الصرعية في ناحية من المخ، الكهرباء بتروح للناحية الأخرى من خلال الكوربس كالوزم فتؤدي إلى تشنجات على الناحيتين. ففكر فكرة في منتهى الذكاء، لو أنا سيفرد قطعت الكوربس كالوزم يبقى البؤرة هتأثر على الناحية اللي هي موجودة فيها بس، مش هتروح الناحية التانية لأنك قطعت الوصلة، يبقى الإبيليبسي هيتحدد في نص الجسم،
يبقى الحالة تقل إلى النصف، وقد كان وفعلا. فمسك العنين اللي عندهم إبليبسي في بؤرة في ناحية بتعمل التشنج على الناحيتين وقطع لهم الكوربس كالوزا. فلأول مرة يا أولاد في العالم أصبح عندنا الرايت هيمسفير والليفت هيمسفير كل يعمل على حدة. ما يعني تقدر تعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. تعال بقى نشوف الفانكشنز. اللانجوج احنا قلنا مين بتاع السبيت سنترز، اللي هو الدوميننت اللي هو الكاتيجوريكال اللي هو الليفت سايد. فقلنا اللي هو لما بيبوظ ما بيتكلمش، يبقى هو ده مسؤول عن اللانجوج، عن الجرامر والفوكابلري والليترز الحروف. لما ارتقت المعلومات عند الانسان فهموا ان الريبريزنتاتيف ده نون دوميننت، ده كلمه غلط. هو مش مسؤول عن الكلام على المستوى العادي، ولكن مسؤول عن الكلام والتفاهم على المستوى الراقي. بمعنى العين اللي عنده ليجن في الريبريزنتاتيف يعني بيتكلم عادي، بس فقد الدرجات الراقيه في الكلام. واحنا الكلام ده نوعان يا اولاد، يعني هقولها لك بمعنى اخر. انا بتكلم واكتب، فانا دلوقتي بتكلم، الكلام بمعنى شمولي التفاهم اللي انا بمثله في شيئين دلوقتي، كلاما وكتابه، وانتوا بتمثلوه في شيئين، فهما لما تسمعون وفهما لما تقرؤون. معاه؟ يبقى يعني انتوا تعتبروا دلوقتي، مع ان انتوا ما بتتكلموش، انتوا بتقروا وبتسمعوا بس، تعتبروا في حاله سبيتش، في حاله تفاهم. فاكتشفنا ان الريبريزنتاتيف ده لو باظ يعني في شخص، هو مهم الحاجات الاهم عشان كده هم ما لاحظوهاش، ان لو باظ الريبريزنتاتيف في واحد زي حالاتي اللي انا بتكلم دلوقتي، هفقد المقدره اتكلم عادي خالص، بس ما عنديش مقدره على ان انا اقول حكايه. يبقى هو مسؤول عن الابيليتي تو تيل ستوريز، ان انا تو ميك ا جوك، ان انا اقول نكته، النكته دي عاوزه حرفنه في الاولان، ان انا اكتب شعر. انا هتكلم عادي، عشان كده افتكروا ان الكلام زي الفل وانه نون دوميننت، سموه بغبائهم في وقتها نون دوميننت، ما هو الكلام مش شغال، بس فقد الدرجات العليا في الكلام، مقدرة الحكايات، مقدرة النكات، مقدرة كتابة شعر. والعكس في الشخص اللي هو بيستمع ويرى، فقد الدرجات العليا في الفهم. فاهم الكلمات البسيطة، لكن مش فاهم البادي لانجوج. في حاجة اسمها بادي لانجوج، يعني من حركة الجسم، دي لغة. اعرف انت متوتر، اعرف انت مبسوط، اعرف انت زعلان، and so on. الكالر والسبيتش، لون الكلام. حتى ساعات الناس العامه يقولوا تعبير جميل جدا، يقول لك لما مثلا تبقى انت بايه بتمدحه وانت بتذمه، فيقول لك ما تلوليش، شوف نفس التعبير، اتكلم عادل. يعني تقول له مثلا يا حلاوتك يا اخوي، انت مش انت هنا من التون اوف فويس انت لا تمدحه، تبتري عليه. ده ما يفهموش غير اللي هو النوع الراقي، اللي هو الريبريزنتيف، الكالر وسبيتش، الانتونيشن اوف فويس، التون بتاع الفويس بيقول حاجه. فدخل العالم في ايرا جديده، ان الكلام العادي ده بتاع الدوميننت او الكاتيجوري، الكلام الراقي حكايات نكات شعر، فهم لغه الجسد، فهم لون الكلام، فهم التون بتاع الصوت، ده بتاع ريبريزنتيف. طب تاني حاجة الميموري، قال لك الكاتيجوري او الدوميننت ده مسؤول عن الريكول، الاستدعاء اللي هو تستدعي حاجة مش قصادك، اللي هو زي امتحان النظري، المعلومات مش قصادك وانت بتستدعيها، هي مش قصادك، يبقى انت بتمتحن النظري بالدوميننت هيمسفير الريتم. بينما المالتيبل تشويس المعلومات قصادك، انت بتعمل ريكوجنيشن، فين المعلومات الصحيحة؟ ده بتعمله بمين؟ الريكوجنيشن ده بريبريزنتيف. يعني تصور احنا في الامتحان النظري والام اس كيو بنمتحنك بفصائل المخ، الريكول بتاع الدوميننت او الكاتيجوريكال، والام اس كيو بتاع النون دوميننت او ريبريزنتيف.
فتقولي عرفها ازاي سبيري؟ بحب احكي القصص دي لانها بتفهمكم انه مش انشا. عرفناها ازاي؟ انت عارف الراجل ده جاب سكرين للعيان اللي قطع له الكوربس كالوزا. لو انت حطيت صورة على السكرين عن الناحية اليسرى هترى بالرايت هيمسفير، ولو حطيت الصورة عن الناحية اليمنى الضوء ماشي هيمشي بالعكس يستقبله الليفت هيمسفير. الراجل عمل تجربة رائعة، جاب صورة معلقة تظهر على السكرين على الشاشة لمدة ثواني وتختفي. لما الصورة دي يشوفها الدومينانت هيمسفير ويقول له شفت ايه؟ يقول له شفت معلقة، يعني قدر يستدعي المعلقة بعدها خلاص اختفت، قدر يعمل لها ريكول. انما لو ورى المعلقة لمدة 3 ثواني وطفى، او ممكن اقل من 3 ثواني طبعا، للريبريزنتيف هيمسفير وطفى يقول له شفت ايه؟ يقول له مش فاكر، مش بعرفش، مفيش ريكول. شوف بقى ايه التجربة الرائعة، تجارب رائعة. يعرض له صورة معلقة وشوكة وسكينة على ريبريزنتيف. طب يقول له انت شفت مين في دول؟ يروح منقي المعلقة. يعني ما عملش ريكول بس عمل ريكوجنيشن. ده التجربة اللي عرفوا منها. هي مش بس بتعمل ريكوجنيشن للأوبجيكتس وللفيسز، التعرف على الأوجه بيحصل بالريبريزنتيف. طيب الوظيفة الثالثة والأخيرة ان الكاتيجوريكال اناليتيكال يعني تفصيلي، وعش كده سموه كاتيجوريكال تحليلي بيحلل، بينما الريبريزنتيف اللي هو التمثيلي هوليستيك يعني شمولي. هتقولي عرفها ازاي؟ لو ما قلتش التجارب ولو ما سمعتش سيكولوجي معايا كويس هيبقى صعب انك انت تفهم، لان انا عارف اصل الحكايات حصلت ازاي. قصة طريفة قوي يا اولاد. كان يوجد فنان في القرن 18 بيرسم وجه الإنسان بالفاكهة، يعني الوجه هو كل بطيخة، البق موزة، المناخير جزرة، يرسم العينتين عنبتين. لو انت وريت الصورة دي لثواني او وريتها للأسف الدومينانت قلت له خلينا الاول، لو وريتها للريبريزنتيف اللي هو بيشوف هوليستيك بيشوف الاشياء مع بعض علاقتها ببعض فيجيو سباتشال ريليشن العلاقه بالاشياء، يقول لك انا شايف وجه انسان. يعني انت حضرتك دلوقتي شايف وجه باستخدام الريبريزنتيف، يعني ده اللي هوليستيك. لو وراه للكاتيجوريكال في الناس اللي مقطوع عنده الكوربس كالوزم وقال له شفت ايه؟ ما يشوفهاش على بعض، يشوفها واحدة واحدة، يقول له شفت موزة وجزرة وبطيخة وعنب. فهمت الفرق؟ يبقى ده تفصيلي تحليلي، إنما التاني هوليستي. شوف بقى من عظمة الخلق والخالق يا أولاد إن حضرتك في آن واحد مش زي العيان اللي قطع له الكوربس كالوزا بتستخدم النوعين، وعش كده أنت مش مدرك بأنهي نص شفت الكل هوليستيك وبأنهي نص شفت الاناليتيكال التفصيلات الديتيلز كاتيجوريكال. اقطع الكوربس كالوزم وسبيري اللي خد جائزة نوبل في 1960 طلع لنا نتائج رائعة، والتجربة لها بقية بس انا بركز على الاشياء المهمة للأندر جراديوت. هاز جائزة نوبل في 1960، فهمش تجارب تحس انك بتقرأ طلاسم. طيب تقل للليجن، النقطة الثالثة والأخيرة بتكلمنا على السايت الكاتيجوريكال أو الدومينانت في الليفت بينما الريبريزنتيف أو النون دومينانت في الرايت، والفانكشن النقطة الثانية كلمنا عليها في ثلاث نقاط بس عاوز أكمل حتة صغيرة يا أولاد، إنه بيجيب كمان الفيجيو سباتشال ريليشنز يعني علاقتك أنت بالمكان بالسراوندينجز، أنت واقف فين بالنسبة للشارع في الصورة، أنت فين بالنسبة للبيت اللي متصور في الخلفية. وبعدين بريكوجنايز الميوزيكال ثيمز اللي هو الاغاني والمزيكا. ليه؟ افهم المزيكا دي عباره عن مجموعه نغمات مترابطه، مين يربطهم عشان يديك الاحساس بالمزيكا؟ الريبريزنتيف بتاع المزيكا، لانه ده اللي بيربط. طيب نيجي يا اولاد بقى الليجنز. انت فاهم الليجن دلوقتي؟
هما ليه قالوا على الليفت سايد دوميننت كاتيجوريكال؟ عشان لما بيحصل في الهيجان العام ما بيتكلمش. وقلت يا اولاد لا اقصد الكلام يعني اللي انا بعمله دلوقتي، الكلام يعني التفاهم. فده يسموه افيزيا ابنورماليتي ان لانجويج. وبقولها بطريقه جميله قوي. ايه تعريف الافيزيا؟ inability to produce the انا or understand the انتو، يعني لا انا عارف اتكلم ولا انتوا عارفين تفهموا. words في صورتيها، الكلمات يا اما منطوقه spoken or written. يبقى inability to produce ده اللي بعمله انا دلوقتي، ممكن العكس انت تتكلم وانا اسمع، وده التفاهم. بس انا بتكلم على الوضع الحاس. لو انا عندي inability to produce يبقى عندي aphasia، انتوا عندكم inability to understand يبقى عندكم aphasia. الكلمات بشقيها سواء كانت منطوقة او مكتوبة. خد بالك بقى بقية الديفينيشن من اطول ديفينيشن، in absence of ثلاث حاجات: blindness deafness and paralysis. افهم ليه؟ ما هو ما تجيبش واحد اعمى وتقول له اقرا، هيقرا ازاي ما هو مش شايف؟ واحد اصم وتقول له اسمع، هيسمع ازاي وهو اصلا مش سامع؟ واحد paralyzed مشلول وتقول له اكتب واتكلم، هيعملها ازاي؟ يبقى لازم الافيزيا يعني absence of blindness deafness and paralysis. طبعا لو جابها لك في الام اس كيو visual defects بدل blindness هي هي، auditory defects بدل deafness هي هي، مش عاوز غباوة يعني. طيب وكنتيجة للعم مش عارف يتكلم فجاله depression. يبقى هنا الليجن عامل حاجتين، افيزيا مفيش تفاهم، مش عارف يتكلم الكامل عادي، العادي حصل له ديبريشن. انما التاني انت متوقع ايه اللي حصل بقى؟ العام فقد الكلام الراقي اهي، تعال نقراها نبتدي بتلاتة. عنده هيبقى في هذه الحالة impaired ability to ايه بقى؟ مش قادر يعمل ايه؟ tell story make a joke او يقول شعر، ولا قادر يكمبريهند يعني يفهم الانفليكشن والكالر وسبيتش والبادي لانجوج، مش قادر يفهم اللي قصاده. هو فاهم اللي بيقوله بس فاهم ده تياقة ده جد، البادي لانجوج مش فاهمها، لون الكلام مش فاهمه. طب احنا قلنا ان هو كمان بيريكوجنايز، يبقى العيان عنده اجنوزي، ان ابيليتي تو ريكوجنايز اوبجكتس باي بارتيكولار سنسوري موداليتي، يعني مش قادر يتعرف ان الاحساس ده يدل على كذا. زي اشهر مثل ليها الاستيريوجنوزيس، انما تمسك مفتاح في ايدك وانت مغمض عينيك، لازم تربط مين اللي بيربط، مين اللي هوليستيك ريبريزنتيف، تقول انه المفتاح مشرش، سائع عشان ميتال، جامد بالبريشر. لو ما عندكش ريبريزنتيف كل سؤال تجاوبه على حده، مشرشر جامد سائع طب ايه ده؟ اقول معرفش ربطه. استيريوجنوز، يبقى العيان عنده بدل افيزيا اجنوزيا فيلير اوف ريكوجنيشن. ده مش كده وبس، ده هو هيحصل له يونيلاترال ان اتنشن اند نيجلكت. الانسان ما بيربطش بس الاوبجكتس، بيربط نص جسمه، يعني جسمه متربط في الهيمسفير. فعندك الاتي: نص جسمك مش هتحس بيه، unilateral يعني في ناحية واحدة، inattention and neglect. بمعنى تقول لي طب اشرح لنا يعني ازاي في contralateral side of the body مثلا. هديك مثال جميل، يعني لو انا هذا الشخص عندي hemisphere بايز، مش هربط النص العكسي في الجسم، تلاقي العيان ده يحلق دقنه لو representative بايز اللي هو الناحية اليمين ما يحلقش الشمال، يلبس القميص ينسى الكم الشمال، يلبس البنطلون ينسى الرجل اللي الشمال، مش مربطه مش حاسس بيها، يلبس رجل واحده ايد واحده يحلق نص واحده في ده. ده مش بس في البادي، في السبيس اراوند. وادوا مثال جميل قوي، سبيري جاب كتاب مكتوب تو كولمز، عمودين، عارف الكتب اللي هي عمودين، بقى يقرا كولم ويسيب الكولم للتاني، يعني inattention غير منتبه ونجلكت ومهمل النصف العكسي من الجسم والنصف العكسي من
الحاجات الخارجيه السبيس اراوند. وبعدين مش قلنا كان بيربط المزيكا؟ يبقى هنا هيربطها ازاي؟ يبقى تعمل له حته مزيكا تقول له ايه دي ما اعرفهاش، ما هو ما ربطهاش. اميوزيا يعني نو ميوزك ريكوجنيشن. بس خد بالك الكلام العادي موجود في هذا النوع، الكلام العادي موجود، وعشان كده العيان مش ديبرست، مش ديبرست، بيبقى unconcerned غير مبالي، او ايفن حتى من اللخبطه اللي بيعملها يضحك يعني من كميه اللخبطه اللي عنده، لكن بيتكلم. فايفن ايفوريا يعني انبساط. يبقى ده جدول تاريخي يا اولاد في اللاترلايزيشن اوف ذا برين. ايه الفرق بين نصفي المخ؟ الكاتيجوريك اللي هو الدوميننت والريبريزنتاتيف اللي هو النون دوميننت. قارناها في السايت، في الفانكشنز، في الليجنز. انا عاوز اقولها بصوره مختصره شويه لان المحاضره دي طويله جدا، فمش هعيدها تاني. يبقى عيد انت حضرتك الفيديو اذا يعني في حاجه صعبه عندك. نيجي عاوز اتكلم شويه يا اولاد على السبيتش سنترز، مراكز الكلام المهمه يا اولاد. خلاص سبيتش سنترز. اولا السبيتش سنترز زي ما احنا اتفقنا موجوده في ناحيه واحده بس، في الدوميننت هيمسفير يعني على الناحيه الليفت، في 96% من الناس رايت هاندد و70% من الناس الليفت هاندد. في اولي اون سايد لو حصل لهم دامج في الايرلي تشايلد هود يعني قبل سن 5 في ناس بتقول 7 ممكن تو ريبليس ات في الناحيه الثانيه، لكن بعد كده يو كان نوت ريبليس ات. في سام امبورتنت سبيتش سنتر عايز احكي لكم عنها، وبعدين نتكلم على ازاي بنتفاهم. قلنا يا اولاد انا هحكي عن نفسي دلوقتي. اول حاجه عشان اطلق لكم فكره منطوقه ان انا الاول احط الفكره في كلمات مناسبه في جمله مفيده. مين اللي بيعملها دي؟ ارقى سنتر عندنا اسمه الفيرنكس اريا. فيرنكس ده اكتشفها واحد الماني جيرمان اسمه فيرنيك، كارل فيرنيك بالظبط اذا عاوز تعرف اسمه، او يسموها جنرال انتربريتيتيف اريا يعني الاريا اللي بتفسر. خلاص ده معنى كلمه انتربريتيتيف، او يسموها جنوستيك اريا يعني يتعرف، او نوينج اريا بتاعت المعرفه. ليه بقى؟ لان انا هحط فيها الفكره في جمله مناسبه وانتوا هتتعرفوا على الفكره اللي في كلماتي، يعني ما انا بنقولها لكم وانتوا بتتلقفوا هذه الفكره. سايت موجوده فين يا اولاد؟ اهي ده الفيرنكس اريا، موجوده في البوستيرور اند اوف سوبيرور تمبرال جايروس، في البوستيرور اند اوف سوبيرور تمبرال جايروس اللي جاي لطيف قوي، ادجيسن مجاوره للاوديتوري والفيجوال والسوماتيك اسوشيشن اير، لان هي بتاخد الكلام المسموع من الاوديتوري المقروء من الفيجوال والاحساسات الاخرى من السوماتيك اسوشيشن، يعني موقعها ده ماده للتامل يدل على انه وراء الخلق خالق. يبقى ربنا حطها في البوستيرور اند الفيرنكس ارقى ما انا امتلك، بسميها الفهامه، اوعوا تنسوها يا اولاد بقولها بطريقه جميله، الفي مع الاف عربي على انجليزي، الفي في فيرنكس هي الفا فا فهامه، ولسه هحط لها اف ثالثه. الفيرنكس هي الفهامه، هو بيتكتب بالدبليو بس لانه الالمانيه الالمان بينطقوا الدبليو زي بي ام في، بس احنا هنطقها بي ام دبليو انما هي بي ام في. يبقى موجوده في البوستيرور اند of superior temporal gyrus adjacent للفيجوال اوديتوري اند سوماتيك اسوشيشن. طب ايه الوظيفه بتاعتها؟ حاجتين. عندي انا دلوقتي تو اكسبريس ثوتس انتو سوتابل ووردز، هي اللي حطت عندي الفكره في جمله مناسبه. طب وعندكم انتوا؟ كومبريهنشن يعني فهم الاوديتوري والفيجوال انفورميشن، ان انتوا فاهمين اللي سامعينه وفاهمين اللي شايفينه.
الاثنين فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى كومبريهنشن يعني فهم للاوديتوري والفيجوال انفورميشن، يعني انا بفهم وانتوا بتفهموا، انا بفهم وانتوا بتفهموا، على هذا الاساس سميتها الفهامه الفيرنكس. تمام؟ طيب نيجي تاني اريا يا اولاد اسمها بروكا اريا، او ممكن نقولها بروكاس اريا لو حطيت لها ابوستري في اس. بروكا اريا دي شافها واحد فرنساوي اسمه بيرل بول بول بروكا، بيرل بول بروكا، واكتشفها في سنه 1861. كان عنده عيان عنده جوهري سيفاليس، ومرض الجوهري حطم هذه الاريا ففهم وظيفتها. السايت موجوده فين؟ برضو السايت ماده للتامل يا ولد، مش بقى في التمبرال، موجوده في الفرونتال لوب اهي، في الفرونتال لوب in front of the inferior end of motor cortex. هتفهم ليه؟ ليه في الفرونتال لوب قدام ال inferior part of temporal cortex؟ لان دي الاريا بتاعت الكلام. ما احنا قلنا الانسان ربنا حطه في الموتور في موتور اريا 4، حطه مقلوب رجلين فوق للحمايه لان دي الحته الاكثر عرضه للخطر، والراس تحت، فالراس وبالتالي الحته اللي هتحرك البق اللي هتنفذ الكلام موجوده تحت، فالبروكا دي بتاعت الكلام، فموجوده اقرب ما يمكن بقول المكان لطالب ذكي ماده للتامل. والتامل مش بس كده، انه وراء الخلق خالق، فموجوده في الفرونتال لوب ان فرونت اوف ذا انفيرور اند اوف موتور كورتكس. وظيفتها ايه بقى؟ سبيتش برودكشن، دي اللي انا بتكلم بيها. يعني بعد ما الفيرنكس حطت لي الفكره في جمله مفيده هنطقها بايه؟ هفحصها الاجيال بالبق بق روكاس اريا. حلوه؟ يبقى بفهم بالفي فيرنكس اريا وبتكلم بالبق بق روك بق 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 روكاس اريا بتكلم بيها، لان الكلام ده مش حاجه سهله. انت ده في ملايين البروجرامات، كل بروجرام يحرك عضلات معينه بطريقه معينه، تخرج صوت معين يفهمه كل الناس وورد وايد اللي بيسمعوني دلوقتي، حاجه واحده. ايه العظمه دي في الانسان بس؟ يعني اقول لكم حاجه جميله، كل السي ان اس اللي درسناه في الانيمالز ممكن في طب بيطري يدرس ما عدا السبيتش، خاص بالانسان ده بتاع كنتو بس طب بشري. يبقى ده بتاع السبيتش برودكشن. ومن واقول لك معلومات تانية طريفة، لو حضرتك وانت عندك 15 سنة علمناك لغة تانية يتكون جنب البروكا اريا تانية للغة الجديدة. طب لو انت منذ نشأتك وانت لسه يعني رضيع بدأنا نعلمك اللغتين في آن واحد، يبقوا في اريا واحدة، ده يوريك التواصل انت قوي فيها جدا، عربي زي انجليزي انك تعلمته منذ حداثتك، شيء رائع. ده البروكا يا ولاد. يبقى حفظتها الاجيال، بنتكلم بالبق روكاس اريا وبنفهم بالفيرنكس اريا الفهامه. اللي جاي اروع يا ولاد، الانجولار اريا. الانجولار اريا دي موجوده فين؟ بيهايند ذا فيرنكس اريا، ورا الفيرنكس اريا اهي. وفي الانترولاترال ريجن اوف ذا اوكسيبتال لوب. قدام الفيجوال، يعني هي بتفصل الفيجوال عن الفيرنكس عن الفهامه. ايه وظيفتها؟ اكتشفنا حاجه جميله هقنعكم بيها 100% دلوقتي، ان الفيرنكس دي عشان برضو تفهم ليه ربنا قدم السمع على البصر، ما تفهمش غير الكلمات المنطوقه، ما تفهمش الكلمات المكتوبه. عشان تفهم اللي مكتوب ده في اريا تحول المكتوب الى صوت مسموع داخل دماغك، يعني مش صوت هتتكلمه، يعني عاوزك تبص كده وانت بتقرا الجمله دي، او خلينا في دي ريفير تو سبيشال سنسز، يعني ما بتشوفهاش شخبطه، انت وانت بتقراها بتتكلمها جوه دماغك، ريفير تو سبيشال سنترز. وقلت حتى في افلام عبد الحليم حافظ لما كان يقرا الجواب كده جاي من حبيبته، فبص المخرج عشان يدينا الافيه اكتر، هو ما بيتكلمش،
بس يسمعنا الصوت اللي بداخل ذهنه اللي بيحول اللي باصص عليه من كلمات مقروءه الى كلمات مسموعه. مين اللي بيعمل الحكايه دي؟ الانجولار جايروس. تصور ده يوريك عظمه السمع، ان الفيرنكس ما تفهمش غير الكلمات المسموعه. طب لو كلمات مقروءه لازم اريا تانية اسمها الانجولار، ربنا حاططها حتى الموقع ماده للتامل ما بين الفيرنكس والفيجوال، تحول لها المسموع الكلمات المسموعه الى كلمات مقروءه. تعال نتكلم عليها بقى. يبقى الانجولار اريا دي موجوده فين؟ قلنا بيهايند ذا فيرنكس وقدام الفيجوال اريا، يعني في الانترولاترال ريجون اهي اوف اوكسيبتال كورتكس. طب ايه وظيفتها؟ بتعمل بروسيس انفورميشن، بتحول الوورد ذات وي كان ريد للكلام اللي انت بتقراه بعينيك تو كونفيرت ذيم انتو ذا اوديتوري فورم اوف ووردز، تحوله الى الاوديتوري فورم، الى الكلام المسموع. مش هتقوله جوه دماغك، لازم وانت بتقرا كانك سامع روحك جوه. وتوديه باس ذيم تو فيرنكس اريا، وتفوت الكلمات دي باس ذيم، اسف باس من غير اس هنا، path them to vernic area اللي هو يسموه early interpretation of words that we read. يعني ما ينفعش الكلام المقروء تودي لها شخبطه. الفيرنكس ما بتتلقاش اشكال شخبطه، لازم الاشكال دي تحولها لها الى صوت. ده مين اللي يعمله ده؟ الانجولار جايروس. يبقى بتحول الوورد ذات وي كان ريد الى الاوديتوري فورم وتوديها للفيرنكس اريا. شوف العظمه. الفيرنكس اريا لا تفهم غير الكلمات المنطوقه، لا تفهم المكتوبه. المكتوبه لازم تحولها الى صوت جوه دماغك. قلنا زي في حافظه ما يقرا الخطاب بيسمع، بنسمع معاه يعني، برغم المخرج ما يعرفش ان هو بيعملها كده بدلاله جميله على الانجولار جايروس. في تو ارياز خدناهم قبل كده يا اولاد، اللي هي بتخلي الفيجوال اسوشيشن اريا، انت بتشوف بالبرايمري فيجوال اريا بس، ما الحمار الحمار بيشوف بالبرايمري فيجوال اريا برضه بس ما بيشوفش كلمات. انما حضرتك بتتميز، خلينا عن الحصان عشان ما تزعلش، عن الحصان بانك بتشوف ده مش شخبطه، ده كلام، ده بالفيجوال اسوشيشن اريا. الحصان بيسمع بس ما بيسمع، لو في حصان قاعد جنبي دلوقتي وبيسمع مش هيسمعني بتكلم، هيسمع اصوات. انما حضرتك ما بتسمعش اصوات، حضرتك بتسمع كلمات. ده مين؟ اوديتور اسوشيشن اريا، ريفير تو سبيشال سنس. طيب نيجي بقى الميكانيزم اوف سبيتش، كلام حلو خالص واقولها لك بطريقه جميله خالص. احنا قلنا يا اولاد تاني السبيتش في اسهل طريقه لعبد الله هو التفاهم مش الكلام، ما بترجمهاش سبيتش الى كلام، تفاهم بكلمات منطوقه او مكتوبه، ده اللي انا بعمله. وانتوا بالنسبه لكم بتتكلموا، انتوا دلوقتي وانتوا ساكتين بتتكلموا بتتفاهموا معايا، بتفهموا الكلمات المكتوبه وبتفهموا الكلمات المسموعه. تعال نجي لكم انتوا، ابتدي بيكم انتوا. حضرتك سمعتني بالبرايمري اوديتوري اريا اللي هي موجوده عند الحصان كده، اللي ما بين خطوط حمراء هو ده السبيتش سنتر، اللي ما بين خطوط حمراء دي ايه ده السبيتش سنتر اللي هي موجوده بقى فقط في الانسان. فحضرتك والحصان سامعين بالبرايمري اوديتوري اريا، انما حضرتك بتتميز عن الحصان بانك بتسمع اللي بقوله كلمات بالاوديتوري اسوشيشن اريا. سمعت الكلمات بس مش فاهم المعنى. مين يفهمها لك بقى؟ الفيرنكس اريا، الفهامه دي تديك الفول انتربريتيشن، تفسر لك اللي انا بقوله، تو اندرستاند ووردز، تفهم انا قلت ايه. طيب وحضرتك اللي شفته انت بتشوف بالبرايمري فيجوال اريا زيك زي الحصان، بس الحصان لو بص للصفحه دي هيشوف شخبطه بالبرايمري فيجوال اريا، انما حضرتك بتشوفها شخبطه في صوره كلمات بالفيجوال اسوشيشن اريا. خلاص؟ طيب
الفيجوال استريشن بقى ما تقدرش تنقل الشخبطه دي للفيرنكس، لان الفيرنكس قلنا ما ينفعش يجي لها الكلمات المكتوبه، لازم الكلمات المكتوبه دي تتحول الى كلمات مسموعه للاوديتوري فورم. فين؟ في الانجولار جايروس، دي اللي بتعمل عمليه ايرلي انتربريتيشن، تحول المقروء الى اوديتوري فورم مسموع، يسموه الايرلي انتربريتيشن، البدايه، عشان الفيرنكس ما بتتلقاش غير المسموع، وده يوريك اهميه السمع وكيف تقدم على البصر. فتعمل ادهالها كانه انت وانت بتقرا الكلمات بصوت في ذهنك. مين اللي بيحولها من كلمات مكتوبه الى صوت في ذهنك؟ من words seen الى auditory form الانجلر جايروس. وبعدين هتفهم المعنى بالفهم الفيرنكس. طب نيجي لعبد الله. انا بقى في دماغي فكره الفيرنكس، اول خطوه بعملها دلوقتي بتحول الفكره في دماغي الى جمله مفيده، to express thoughts. يعني بالعربي كده بالبلدي يا اولاد، انتوا بتفهموا بيها وانا بفهم بيها. طب بالانجلش انتوا بتانتربريت، بتعملوا فول انتربريتيشن، بتفسروا اللي بقوله باللي بكتبه، وانا باكسبريت ثوتس انتو ووردز بالفهامه الفيرنكس، ارقى ما نمتلك. طب لو انا عاوز الكلام ده، الفكره اللي جت في دماغي، الجمله اللي في دماغي دلوقتي عاوز انطقها، مين في بروجرامات الكلام؟ البق روكاس اريا اهي، فبتبعتها للبروكاس اريا مرورا بحاجه مش عارفين وظيفتها لحد دلوقتي، اسمها اركويت فاسيكولاس. اركويت يعني زي الارش، حزمه في شكل ارش، اركويت فاسيكولاس. تبعتها للبروكاس تقول له الجمله دي انطقها لنا، فيدي لها البروجرامات المناسبه لنطق الجمله دي، ومين اللي هيكسكيوتد هيعملها؟ البرايمري موتور اريا. عشان كده قلنا ربنا حط البروكاس اريا، حطها جنب الاريا بتاعت السبيتش الفيس ماسلز اللي هي موجوده تحت، لان قلنا الراس تحت والرجلين فوق، خلاص؟ فتوديها البرايمري موتور اريا بتاعت تشغل سبيتش ماسل اتكلم. لكن لو حصان هيبقى، او حمار هينهى، او صهيل الحصان، خلاص؟ انما انا هتكلم كلمات تخرج، بشوف العظمه الالهيه ببروجرامات معينه تطلع صوت معين يفهمه كل الناس، حاجه واحده. عارف العظمه في تامل خاص لعبد الله ايه؟ ان كل العمليات بتحدث في ان واحد، كل العمليات في ان واحد، يعني انا في نفس الوقت اللي بفكر فيه الفيرنكس بتحول الى فكرتي الى جمله، والجمله دي بتروح للبروكاس، البروكاس ينفذها، كله في وقت واحد، في نفس الوقت اللي بفكر بتكلم وبشرح. ايه العظمه دي؟ لو انا عاوز اكتبها بقى يا اولاد، يبقى الفيرنكس ما توديهاش للبروكا، البروكا ده بتاع البق، بق 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 روكا بتاع البق، توديها للهاند سكيلد اريا. اللي شوف برضو الهاند سكيلد اريا اللي قلنا كانت موجوده في، لو كنت فاكر، في البري موتور اريا، اريا 6 فوق، لان قلنا الراس تحت والجسم فوق، وعشان كده موجوده فوق اهي. تبعت للبرايمري موتور اريا بتاعت الايد تكتب الكلام. ادي ازاي بتحدث عملية الكلام، حاجات رائعة لما الواحد يفهمها. يبقى في عجالة، انت تقرأ، انت تسمع بالبرايمري اوديتوري اريا، تقرأ كلمات بالسكند اوديتوري، تفهم معناها بالفيرنكس، انت ترى بالبرايمري فيجوال اريا، ترى كلمات بالفيجوال اسوشيشن اريا، تتحول هذه الكلمات المقروءة إلى صوت مسموع داخل مخك بالأنجلر جايروس، وتفهمه بالفيرنكس. أنا الفيرنكس يحط فكرتي في جملة عاوز ينطقها، يوديها للبروكا عن طريق الأركولس فاسيكولس، عاوز يكتبها يوديها الهاند سكيلد اريا، والعضلات الإيد أو عضلات البق تنفذها. طيب تعال بقى نشوف أنواع الأفيزيا يا أولاد، كلام مهم جدا. تايبس اوف افيزيا، في الكومون كلاسيفيكيشن في العالم دلوقتي، عشان الكلام اتغير تماما ومش عاوز عبط، في عندي خمسه كلاسيفيكيشن، خمس انواع اساسيه، فايف مين تايبس. تعال نفكر، لو انا باظ عندي البروكا اللي بتكلم بيه، يبقى مش هتكلم،
يبقى يسموها نون فلوينت افيزيا، ما عنديش اي طلاقه، مش عارف اتكلم. نون فلوينت يعني بغير طلاقه، ده لو باظ البروكا. لكن لو انا باظ عندي الفيرنكس يا اولاد، الفيرنكس هي اللي باظت اللي هي الفهامه، يبقى اتكلم زي يقول الشلبي، كلام زي الفل، البروكا شغاله من غير فهامه، يبقى فلوينت افيزيا يعني كلام فارغ بس تدفق من كلمات فارغه. ما هم الاول ما حطتش الفكره في جمله مناسبه، الفهامه باظت، يبقى فلوينت. وادي ثالث اف وحفظها لكم يا اولاد، يبقى الفيرنكس بحرف الفي هي الفهامه عربي على انجليزي اهو، تدي فلوينت افيزيا لو باظت. حلوه، يبقى الفيرنكس فهامه فلوينت افيزيا، انما البق 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 البروكس لما تبوظ ما بتكلمش، بقي ما بيتحركش، يبقى ما فيش طلاقه في الكلام، يبقى نون فلوينت. النوع الثالث قال لك ان في الاغلب بيبقى اكتر من نوع مع بعض، سموه جلوبال بقى، يعني فلوينت ونون فلوينت. صور ده الاغلب مش ده الاقل شيوعا، لان عاده معظم الليجن في البرين بتبقى مور جنرال يا اولاد. ثم النوع الرابع انوميك، ثم النوع الاخير كوندكت. تعال بقى نقولهم بتفصيلاتهم، بس انت فاهم دلوقتي خمس انواع السيل. لو باظ البق روكاس اريا اللي هو بتاع البق يبقى مش تكلم، يبقى نون فلوينت. لو مايلد ليجنز، لو الليجن مايلد السبيتش يبقى سلو بطيء، والوردز هارد تو كام، بعد يتكلم بابا وكلمات صعبه في الطلوع. لو سيفير ليجن صار السبيتش يبقى ليميتد في كلمتين او ثلاثه بس، يعني كل البروجرامات ضاعت، كل البروجرامات فاضل لك بروجرامين او ثلاثه اللي هم اسهل بروجرامات، اوكي يس نو مثلا. وحاجه غريبه جدا يا اولاد اقولها لكم، ساعات اخر كلمه كنت بتقولها ساعه ما اتقفل الفيسل بتاع الـ بتاع الـ بتاع الـ بتاع السبيتش سنتر تفضل الكلمه الاخيره دي، انما خلينا في اوكي يس اور نو. انا فاكر مره كنا معزومين كده في مطعم، واحد جايب معاه والدته، والست دي كل ما حد عاوزين نجاملها، فكل ما الناس تكلمها كل حاجه تقول اوكي اوكي اوكي. فاللي جنبي قال لي ايه ده، الست مش عارفه غير اوكي؟ فقلت له لا، دي عندها نون فلوينت افيزيا، وشرحت له القصه، الاريا بتاعت حركات البق اللي بتطلع الاصوات باظت، فمحتفظه بتعبر عن كل الايموشنز، عن كل عواطفها وكل اجاباتها بكلمتين او ثلاثه، ده لو سيفير ليجن اوكي يس ونو، او كلمات اخرى مش لازم دول. اما المايلد ليجن فبيخلي الكلام سلو وهارد تو كام. انا نسيت اقول لكم يا اولاد ان هو ايه سبب الافيزيا، غالبا حاجه فاسكولار يا اولاد، انا قلت تعرفها، انما هي فاسكولار غالبا، هي امبوليزم يعني حاجه ستروك، حاجه في المخ اتقفل الفيس اللي رايح للاريا بامبولس او ثرومبس. طب نيجي بقى لو باظت الفهامه فلوينت، لو باظ الفيرنكس يبقى الفهامه شغاله، البق شغال زي الفل والفهامه مش شغاله، يبقى طلع كلام فارغ، طلاقه بدون فايده فلوينت. حفظناها يا اولاد اوعى تنسوا، الفيردكس بحرف الفي هي الفهامه بالفه، لو باظت تديك فلوينت افيزيا. شو بقى ذا بيشنت سبيكس نورمالي اور ايفن توك اكسسيفلي، يقول الشلبي، طبعا يقول الشلبي كان في فيلم يعني، الراجل ما عندوش كده بيمثلها بس. وسبيتش از فول اوف جارجون يعني كلمات غير مفهومه، اور نيولوجيزم يعني يستحدث كلمات جديده، ذات ميكس ليتل سنس، يعني فلوينت الشخص بيتكلم عادي، ما البروكه اللي بتنطق ما فيهاش اي حاجه، ايفن بيتكلم اكتر مما ينبغي، بس الفهامه ما حطتش الفكره في جمله مفيده خلاص، فالكلام فيه جارجون، كلام غير مفهوم، ونيو نيو نيو يعني جديد يا اولاد، نيولوجيزم يعني كلمات مستحدثه، يعني يقول لك مثلا ايه اديني توتاتولا، هو اسمها كوكاكولا مش توتاتولا خلاص. طب احنا قلنا الفهامه دي مش بس انا بحط الجمله الفكره في جمله مفيده وانتوا بتفهموا بيها، فلما تبوظ الفيرنكس الشخص ده هيتاثر في التفهيم وفي الفهم، يعني عارف يفهم بيتكلم فلوينت الكلام فارغ كله جارجون كلمات مبهمه، ونيولوجيزم كلمات مستحدثه، ولا عارف يفهم اللي بيسمعه واللي بيقراه،
The patient fails to comprehend. Comprehend يعني يفهم. The meaning, المعنى بتاع اللي spoken or written words. يعني باختصار شديد لما تبوظ الفهامة لا تفهم ولا تفهم. حلوة كده؟ بطريقة سهلة. لا تفهم ولا تفهم. ومع ذلك بتتكلم كلام فارغ كتير مليان جارجون ومليان نيولوجيزم. طيب وقلنا النوع الثالث اللي هو هنا جلوبال، انا ما باخدهمش بالترتيب بس الطريقه الاسهل في اللي هو مور فريكوينت. ليه؟ لانه البرين دامج غالبا بيبقى مور جنرال يا اولاد. ففي الحاله دي بقى يبقى الشخص كلامه سكانت لانه البروكا بايظه مش عارف يتكلم، وفي نفس الوقت نون فلوينت، حتى الكلمتين اللي بيقولهم ما لهمش معنى، كلمتين وما لهمش معنى، يبقى لا في فيه ولا في كلام، يبقى فلوينت ونون فلوينت. كلام سكان، سكانت يعني قليل، اسف سكانت ونون فلويد، ده الجلوبال، ده الاشهر. نيجي بقى لو باظ الانجولار اللي هي بتحول الكلمات المقروءه الى صوت داخل مخك عشان الفيرنكس يفهمه، يبقى مشكلتك هتبقى فقط في الكلمات المقروءه لانها ما بتتحولش للصوت اللي يقبل الفيرنكس تاخده. يسموا ده انوميك افيزيا. انوميك يبقى الانوميك الليجن في الانجولار جايروس. حلوه هي الانوميك في الانجولار، الفلوين في الفيرنكس. ما تنساش هنا ذا بيشنت هاز نو ديفيكالتي ان اوديتري انفورميشن، اللي بيسمعه زي الفل، اللي بيسمعه مش محتاج تحويل زي الفل، انما هاز ترابل، عنده مشكله في الاندرستاندينج. في مين بقى؟ في الريتن لانجويج، في الكلمات المكتوبه. ومش بس كده، وايفن البيكتشر. يعني واحد يقول لي فاهمني يعني ايه بيكتشر؟ حضرتك لما بتشوف مربع واقول لك ايه ده، لازم الشكل ده تحوله من شكل مرئي الى صوت جوه دماغك مربع. لما اوريك دايره الساعه مثلا واقول لك دي شكلها ايه، لازم الاول تقول جوه دماغك دايره وبعدين تنطقها. فمش عنده بس صعوبه في انه يفهم الريتن لانجوج والبيكتشر. الفيجوال انفورميشن ليه بقى not processed and transmitted to vernix. مين اللي كان بيعملها بروسيسنج؟ يحولها من الـ من الـ من الـ من المرئي الى المسموع ويوديها للفيرنكس. الانجولار بايز. اخر نوع اسمه كوندكتيف افيزيا. ليه سموه كوندكتيف؟ كنت قلت لكم يا اولاد انه هم زمان زمان تصوروا ان الفيرنكس اريا بتودي للبروكاس اريا عن طريق الاركلوس فوليكولس، فتصوروا ان هذا النوع سببه الكوندكشن من الفيرنكس للبروكا من الليجن في الاركلوس فوليكولس. عشان كده سموه كوندكتيف افيزيا، عشان في خلل في الكوندكشن، في الكوندكشن من الفيرنكس للبروكاس. وهذا خطا، ثبت ان الكلام ده كلام فارغ. الليجن مش في الاركوس فوليكولس خالص، ده سبب التسميه بس. ثبت ان الليجن نير اوديتوري كورتكس في حاجه اسمها بوست بيري سيلفيان جايروس، بوستيرور بيري سيلفيان جايروس، بوستيرور بيري سيلفيان جايروس في الاوديتوري كورتكس. ايه اللي عنده حاجه غريبه قوي؟ هذا الكوندكتيف نعتبره نوع من الفلوينت. تكلم معقول السبوكن فورم يعني البيشنت سبيكس ريلاتيفلي ويل، تكلم معقول، وبعدين بيسمع كويس، جود اوديتوري كومبريهنشن، بيفهم اللي بيسمعه وبيتكلم معقول. امال فين المشكله؟ اقول لك فين المشكله. مشكله عشان تفهمها لما تقول له عيد كلمه، يبقى هو فهمك انك بتقول له عيد الكلمه اللي هقولها لك دي، يبقى فهمها كويس قوي وهيعرف يعيدها، بس يعيدها غلط. The patient cannot put parts of words together. ما عرفش يرتب اجزاء الكلمه، هيقولها لك كلها بس مش متظبطه. خلاص؟ يعني تقول له قول تلفزيون، يقول لك فيليتيجن. خد بالك ايه اللي عمله؟ لخبط البارتس اوف ذا words. يبقى تقول له قول تلفزيون، يقول لك فيليتيجن. تقول له وانيبل تو كونجور ابوردز، يعني مش قادر يستدعي الكلمات المناسبه.
انت تقول له قول 95 يقول لك 90 20. يبقى الكوندكتيف افيزيا ليه سموها كوندكتيف؟ افتكروا ان العيب في الاركود فاسيكولاس اللي هو بيكونكت الفيرنكس مع البروكا سموها كوندكتنج. افهم ليه؟ انما ليجا مش كده في النون اوديتوري كورتكس. اسف في الاوديتوري كورتكس نير ذا اوديتوري كورتكس في البوستيرور بيري سيلفيان دايرس. الشخص ده نوع من انواع الفلوينت بيفهم السبوكن وورد معقول بيتكلم ريلاتيفلي ويل. بنشخصه ازاي في الكلينيكال؟ نديله كلمات ونقول له عيدها. بيعيدها واضح من الاعاده نفهمها، بس بيلخبط اجزاء الكلام وبيلخبط الكلمات. تلفزيون يقول لك فيليتيجن، 95 يقول لك 90 20. دول الانواع الخمسه الاساسيه يا اولاد. يبقى لو باظ البق يديك نون فلوينت، بق مش هينطق يبقى مفيش طلاقه. باظت الفهامه يبقى طلاقه بكلام فارغ، لا يفهم ولا يفهم. فلوينت الفيرنكس، يبقى البروكا نون فلوينت، الفيرنكس فلوينت. طب والاثنين مع بعض يبقى جلوبال، وده الاكثر شيوعا. باصت الانجولر يبقى عنده مشكله في انه ما بيحولش المرئي الى مسموع، تبقى انوميك. وبعدين الكوندكتيف، وفهمت ليه سموها كوندكتيف. في نوعين تانيين يعني اقل اهميه شويه. لو باظ الاسوشيتيف فيجوال اريا تبقى حضرتك بقيت زي الحصان. الحصان قلنا ايه؟ بيشوف شخبطه مش شايف كلمات، او انت تبقى زي الحصان، مش هقول زي الحمار يعني لا مؤاخذه. يبقى عندك فيجوال اجنوزيا، عدم التعرف على المرئيات، او وورد بلايندنس، انت اعمى مش للرؤيه للكلمات بوجه خاص، بتشوفها زي الحصان. يبقى فيجوال اجنوزيا يعني يو كان نوت ريكوجنايز المرئيات، او يسموها وورد بلايندنس. لازم انت تعرف اللي بعدها. طب لو باظ السكندري اسوشيتيف اوديتوري اريا يبقى عندك وورد بلايندنس، اسف اوديتوري اجنوزيا او وورد ديفنس. يعني لو باظ الفيجوال اسوشيشن يبقى ترك كلمات مثل الحصان، شايفها شخبطه، يبقى مش بتتعرف على المرئيات، فيجوال اجنوزيا او وورد بلايندنس. طب لو باظ الاوديتوري اسوشيشن اريا مش سامعها كلمات، سامعها اي كلام اصوات، يبقى عندك وورد ديفنس، اصم للكلمات، او اوديتوري اجنوزي. ادي الانواع الخمسه الاساسيين، وتضيف عليهم اثنين دول للاوائل لو عاوز تزود. اجي بقى جمله مهمه قوي يا اولاد عشان الموضوع ده صعب. جمله خطا بيقولوها لكم في معظم الناس، بيقولوها بقولها للزملاء الصغيرين عشان ما يغلطوش، ان هم فاكرين ان في اريا معينه للرايتنج اللي هي الهاند سكيل، لما تبوظ ما تكتبش. كلام منطقي ولكنه غير صحيح. في جميع انواع الافيزيا، ان اول افيزيس الرايتنج از ابنورمال. ما اعرفش ليه، ما تسالنيش ليه، ما حدش عارف. اي نوع من الانواع السبعه اللي قلناهم، الخمسه الاساسيين والاثنين الورد بلايندنس والورد ديفنس، ما العام ما بيعرفش يكتب. لدرجه ان لو كان عن ديف يعني ما بيسمعش وبيتكلم لغه الاشاره، يبقى الكتابه هي بتاعته هي لغه الاشاره، يفقد الساين لانجويج، يبقى عنده ان ابيليتي فور ساين لانجويج، يبقى الرايتنج بايس فيهم كلهم. طيب نيجي بقى من غرائب الخلق والخالق، بحب اقولها لكم دي. سام سيلكتيف ليجنز يعني حاجه مذهله، ليدز تو، في بعض الليجن تؤدي لحاجات فيري سبيسيفيك. عندي هديكم ثلاث امثله، دول بنعرفهم للهزار يا اولاد، بنتسلى، للزملاء الاصغر سنا، للبوست جراديويت. شخص عنده ان ابيليتي تو ريتريف نيم، لا يستطيع استدعاء الاسماء، يعني قابل واحد مش عارف اسمه. اوف بليسز اور بيرسونز، لا عارف اسم المكان ولا الشخص، لكن يقدر يستدعي الكومون نيمز والفيربس الافعال والادجكتيفز الصفات. هتقولي فهمنا ليه؟ فهمنا بطريقه سهله جدا وجميله مش هتنساها مع حياتك. دلوقتي ليه هو بيستدعي الاسماء العامه والافعال والادجكت ولا يستدعي الاسماء الخاصه؟ لان الاسماء الخاصه يا اولاد بتستخدم اقل بقليل جدا من الاسماء العامه. بمعنى اقول لك انا رحت
سينما جالاكسي، انا رحت سينما رينيسانس، انا رحت سينما قصر النيل. يبقى كلمه سينما اتكررت 3 مرات اللي هي الكومون نيم، فدي سينما اصعب من النيم بتاع البليس. طب نفس الكلام الفيرب الفعل، اقول لك افتح الباب، افتح الشباك، افتح الدرج، يبقى افتح دي بتتكرر كتير فصعب النسيانة. الادجكتيف الصفات، ولد جميل، بنت جميلة، ترابيزة جميلة، عربية جميلة، يبقى جميلة دي بتتعاد كتير فما تضيعش. عشان كده هو بيفقد النيمز الخاصة بتاعت الاشخاص والاماكن، لكن ما يفقدش لا كومون نيمز لانها بتتكرر، ولا فيرز لانها بتتكرر افتح افتح افتح، ولا ادجكتيف صفه جميل جميل جميل. وهنا سينما سينما سينما. الاغرب منها بقى يا اولاد، هنا الليجن قلنا في الليفت تمبرال بول في اريا 38 في النوع ده، دي حاجات قلنا بنتسلى بيها. ناس بقى ينسوا ان ابيليتي تو نيم انيمالز، يعني مش اي حاجه، الانيمالز بوجه خاص ما يعرفوش يقولوا اسماء. But the patient is able to name other living things. يا خبر أبيض، فعلا سبحان الله، يعني أن لم نؤتى من العلم إلا قليلا، ما فيش يعني حاجة لا تذكر، مش عارفين إيه ده، ده بينسى أسماء الأنيمالز بس بإن لا. طيب في نوع تالت، العيان عنده صعوبة في النصف الاول من الكلمه وليست نصف الثاني، يعني تقول له ايه ده على كرسي تشير، يقول لك ستير فير، خد بالك يبقى هو اير دي اللي في الاخر بيقولها صح، انما النصف الاول اللي هو تشير قالها غلط. ده نوع ثالث اهو. طيب قبل ما اجي للصفحه الاخيره بس عاوز اقول لكم حاجه ثانيه يا اولاد، ان ما هي الافيزيا في عجاله كده، دي الصفحه الاخيره. ثاني قلنا تبقى عارف تعرفها، ان ابيليتي تو برودوس ده انا، اور اندرستاند ده انتو، ووردز ويذر سبوكن اور ريتن، ان ابسنس اوف 3 حاجات فاكرينهم، بلايندنس ديفنس اور باراليس. وقلنا سببها ايه الافيزيا يا اولاد، فاسكولار فاسكولار يا امبلس يا ثرومبس. طيب هذه برضو الصفحة يعني للناس الأكثر تميزا، ديسليكسيا اللي هي the most common learning disability، أهم سبب في عدم مقدرة التعلم، لأنه بيصيب 5% من الناس، وفي الميل مساوي للفيميل، يبقى ده أكتر learning disability. 5% من الناس عندهم ديسلكسيا، اللي قلنا اكتر في الناس الليفت سايدد من الرايت سايدد. هو بيبقى عنده ايه بالظبط؟ بيبقى عنده inability to read، اطفال مش عارفه تقرا اور سبيل accurately. طيب يعني مشكلته في القرايه وبالتالي في السبيلنج، يبقى هنا احنا نسجست القراية، القراية مين بيحول الكلمات المقروءة إلى مسموعة؟ الأنجلر. ورغم ذلك الكوزز النون، محدش عارف السبب. على أين؟ على أين؟ لأن البلاد فلو للأنجلر قليل. بس ما يفسرش إنها ما تشتغلش خالص. يبقى لازم تقول الكوزز النون، لكن البلاد فلو للأنجلر قليل. دي أهم سبب الديسليكسيا، أهم سبب لصعوبة التعلم. 5% من الناس ولاد قد البنات ما عرفوش لا يقروا ولا يعملوا سبيلنج. قرايه يبقى ما بتتحولش للصوت المسموع، يبقى غالبا ما قلنا حاجه في الانجلر، في فعلا نقص في البلاد فلو الانجلر، لكن الكوز ستيل انون. بروسوب اجنوزيا، بروسوب اجنوزيا ده برضو حاجه تانية اهي، ليجن في ريبريزنتاتيف هيمسفير، على وجه التحديد فين في ريبريزنتاتيف، في الرايت انفيرور تمبرال لوب، يبقى في ريبريزنتاتيف في الرايت انفيرور تمبرال لوب. صور بقى حاجه سبحان الله سبحان الله، هذا البيشنت از انيبل تو ريكوجنايز الفيسز، ما احنا قلنا الريكوجنيشن ده بتاع ريبريزنتاتيف، فاكر؟ ريكوجنيشن مش ريكول،
ده بتاع ريبريزنت. ففي بقى ظرف ريبريزنتيف حتى في الرايت انفيرور تمبرال لوب، رايت عشان ريبريزنتيف رايت اهي. يبقى خد بالك طول عمرنا قلنا الريبريزنتيف في الرايت. اللي عندما ما يتعرفش على الفيسز بات كان ريكوجنايز فورمز، يعني اشكال مربع دايره يتعرف عليها. فيسز بالذات ما يعرفهاش. حضرتك صاحبه تقابله في الشارع تقول له انا مين، قول اسمي، مش عارف انت مين ولا عارفك خالص. اول ما تتكلم، اسف انت ما تقولش الاول، اول ما تتكلم ريكوجنايز البيبل باي ذير فويس. يعني اول ما تتكلم اقول لك اهلا، ازيك يا احمد، ازيك يا هاني، ما اشوف وشك واحنا نقول له ده مين، مش عارف. لما حضرتك تتكلم يعرفك، يعني يعرفك من صوتك وليس من وجهك. شوف شوف العجب العجاب، اسمها بروسوب اجنوزيا، يعني عدم التعرف على الوجوه. بروسوب اجنوزيا عدم التعرف على الوجوه، لكن يتعرف على الاصوات، الوجوه بس. شوف حتى بقيه الاشكال مربع دايره يتعرف عليها كويس قوي. هاوفر لقينا حاجه غريبه جدا، ان لما بيشوف شخص هو عارفه اوريدي، يعني هيعرفه من صوته، شخص ما يعرفوش لا يعرفه لا من وشه ولا من صوته، لما بيشوف الشخص وشه بس اللي هو عارفه بيحصل له اوتونوميك ريسبونس، شويه لخبطه في الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر، مختلفه عن لو شاف شخص مش فاميليار. يبقى ذير از اوتونوميك ريسبونسز لما يشوف فاميليار فيسز تختلف اوبوزد الان فاميليار فيس. نيجي ناخد الاي كالكوليا، يعني كالكوليشن يعني حساب، اي كالكوليا مفيش حساب، ما اعرفش احسب. ده ليجن في الانفيرو بورشن اوف فرونتال لوب اريا، كل ده قلنا للتسالي ده يا اولاد، زي التاتا اللي قبلهم، هما خمس انواع اساسيه والورد بلايندس والورد ديفتنس يبقوا سبعه، انما كل ده بتتسلى في الفيجوال لوب اريا. دي الاريا دي اللي موجوده في الانفيرو بورشن اوف فرونتال لوب اريا دي مخصوصه للفاكس بتاعه الاعداد والكالكوليشن، لحقائق الاعداد والحسابات. وعشان كده الشخص ده لما تبوظ عنده يبقى عنده سيلكتيف امبيرمنت في الماثيماتيكال ابيليتي، هو في الحساب بس تعبان، يعني الديسلكسيا ما بيقراش، ده خايف في القرايه، ده خايف في الحساب. ايه كالكوليا حتى من اسمها كالكوليشن، يبقى ايه كالكوليا، ديسلكسيا صعوبه التعلم. نيجي اخر حاجه بقى يا اولاد اللي هي الفانكشنز اوف بري فرونتال لوب. بري فرونتال لوب اللي هي الحتة اللي عند ورا قرطك كده على طول، عرفوا وظيفتها ازاي؟ لما فصلوها عن بقية المخ حصل ديفكتس عرفوا منها وظيفتها. واحد يقول لي هو فصلوها ليه؟ هقول لك ليه، برضه احكي لكم القصة. لقوا ان البيشنت اللي عندهم سيفير سايكوتيك ديبريشن، اكتئاب رهيب، لو فصلوا البري فرونتال اريا عن بقية المخ الاكتئاب الرهيب ده بيتحسن. وقلت لكم كانوا عملوها في حاله تانية، البري فرونتال لوبوتومي دي، فاكر في الثلاميك سندروم، عشان الشخص يبقى حاسس الالم بس مش متضايق، اي ستيل فيل بين بس اتس يعني الانبليزنت كومبوننت مش موجوده، بس ات دازنت باذر مي. العيان كان يقول كده بتاع الثلاميك سندروم اللي كان هيتجنن من البين، بعد ما تعملوا البري فرونتال لوبوتومي، يعني مش تشيل البري فرونتال لوب، تفصله عن بقيه المخ بس، يجيبوا منشار كده يدخلوه من الناحيه اليمين ويطلعوه من الناحيه الشمال ويقعد انشر افصله، ما تطلعش حاجه، افصل البري فرونتال لوب عن بقيه المخ. فالعيان يقول لك اي ستيل فيل بين، لسه حاسس بين بس ات دازنت باذر مي، مش بيضايق. تعال نشوف ايه اللي بيحصل في هذا المريض. The patient loses ability to، بيفقد المقدرة على ثلاث حاجات. تمام اللي كنت بقول يا أولاد، اللي بيلعب شطرنج بيبقى حاطط إيده على أورته كده وهو بيلعب شطرنج، فبقولها ده مالي إنه حاطط إيده على البري فرونتال لوب اللي هو بيستخدمه في الشطرنج. Cannot solve complex problems، خلاص؟ لما يتزنق الملك بتاعه. Cannot do sequential tasks to reach a complex goal. يعني احنا اللي بيلعب شطرنج بيحط خطوه على خطوه على خطوه على خطوه عشان في الاخر يقضي على قسمين، ما يقدرش يعمل هو sequential tasks، يعني اعمال متتابعه للوصول لهدف ما
معقد. وبنفس المنطق can not do several parallel tasks at the same time. ما يقدرش يعمل، احنا ممكن نعمل حاجتين في عين واحد، هو ما يقدرش. يبقى واضح اي complexity، اي تعقيد في العمل ملوش علاقة بيه. يبقى ففهمنا ان ده بتاع ال progression of ideas، لا يعمل لا يحل complex problem، ولا يعمل خطوات لحل الوصول لcomplex goal، ولا يعمل عملين في عين واحد. Also the patient has ثلاث حاجات بقى تانيين. يبقى دول ثلاثة متعلقين بالكومبلكس وثلاثة متعلقين بالإموشنز. بيقل عنده الأجريشن لدرجة ان بعض العنين يحصل لهم lost ambition، يعني يبقى يفقد الطموح. أجريشن قال له مبقاش عنده أي طموح. وبعدين اللي بعدها inappropriate social responses، يعني التصرفات الاستجابات الاجتماعية غير مناسبة. loss of morals، يفقد الأخلاق، يعني يتفوه بألفاظ ما كانش بيتفوه بيها، يقوم بحركات مش لطيفة ما كانش بيعملها. little science in sexual activity، يعني ما عندوش تحفظ في sexual activity، خلاص فيش أي تحفظ، يبقى تغير في الأخلاق. قالت حاجة mood changes، تغير في المزاج، من يعني كان very sweet ولطيف، sweetness ظريف ولطيف، فجأة تلاقي حصل له rage ومادنس، غضب وجنون. ده تأثير prefrontal lobotomy. وعرفنا ثلاث حاجات متعلقة بالأعمال المعقدة. مفيش complex، ما حلش complex role، ما عملش sequential تاسكس توصل الكومبلكس جول، ولا يقدر يعمل اكثر من عمل في ان واحد. وثلاث حاجات متعلقه بالاموشن، الاجريشن قل بس يفقد الطموح. عنده تصرفات اجتماعيه غير مناسبه، يقول في المورالز في الاخلاق وفي الجنس غير متحفظ. وبعدين مود تشينجز، يتحول المزاج بتاعه من راجل لطيف الى مادنس. كده يا اولاد يبقى خلصنا السنترال نيرفس سيستم، ويعني سعدت بلقائكم وأتمنى لكم كل نجاح بإذن الله. ومرة أخرى بقول أخيرة، لا تنسوا مساندة الأطفال من المصابين بالسرطان، واللي من أجلهم بنقوم بهذه المحاضرات، وبإذن الله إذا كان في العمر والصحة بقية سنستمر فيها يا أولاد. أسعد الله أوقاتكم أوقاتكم، ويعني أشوفكم على خير بإذن الله، وأتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق من عند الله. شكرا، سلام.